نيجي من أول من هنا تاني. طبعا احنا الجزء ده شرحناه المرة اللي فاتت، وكنا فصلنا عند أوليات النواة وفصلته منه، تمام؟ فاحنا هنعيد تاني الجزء اللي احنا بدأنا بيه المرة اللي فاتت مع بعض، بحيث إن احنا ننشط الذاكرة والناس اللي فصلت تعرف تشتغل الجمهور من جديد. قلنا مع بعض يا شباب في بداية الدرس بتاعنا، كنا احنا عرفنا إن فيه رجلين للبط ورجلين للدجاج. إيه الفرق يا إسلام ما بين القدمين في الصورة اللي قدام منك؟ تقدر تشوف الفرق؟ في رجل فيها غشاء وفي رجل لا. ممتاز. يبقى عندنا البط يتميز بوجود غشاء جلدي ما بين الأصابع، اللي هو الجزء اللي موجود عندنا ده، تمام؟ واللي خدوا منه فكرة الزعنفة اللي بيركبوها في الرجلين الغواصين عشان تديهم قوة دفع في قلب المية فيسبح بسرعة، تمام؟ فدي أصلا موجودة عند إيه؟ البط. طيب هل الدجاج موجود عنده يا بسملة الموضوع ده ولا مش موجود؟ لا مش موجود. مش موجود. بالفحص الجيني لما فحصنا الدي ان ايه عند البط وعند الدجاج اكتشفنا ان موجود في الاثنين، يعني الجين موجود عند البط والجين موجود عند الدجاج. امال ايه اللي حصل؟ قال عندنا الدجاج الجين بتاعه غير نشط، غير فعال، ماشي، ما بيترجمش، ما بتعملوش عمليه نسخ وترجمه ويصنع البروتين اللي هيعمل الغشاء ده، فبالتالي ما بيظهرش. لكن عند البط الجين ده نشط وفعال فبيظهر. فجم العلماء طقط في دماغهم فكره، ايه الفكره يا جماعه اللي انتوا عايزين تعملوها؟ قالوا لو احنا شفنا الجين بتاع الدجاج ده اللي هو متعطل، وشفنا الجين اللي بيسيطر عليه، ايه الجين اللي بيسيطر عليه؟ ما انا عندي جينين، جين اساسي اللي بيصنع الغشاء، وفي جين تاني صنع بروتين راح وقفه، منعه ان هو يشتغل. انا بشبهه برجل الدوريه او رجل الشرطي اللي منع اللص من ان هو يسرق، نفس الفكره، جين بينظم عمل جين اخر، فبالتالي منعه من ان هو يقوم او يتشفر او يصنع بروتين. طيب بيقولوا احنا هنطفر الجين ده، فبالتالي مش هيقدر يوقف الجين الاساسي. تاني انا عندي جينين، جين بيمنع جين. الجين الاولاني ايه اللي يحصل لو انا طفرته؟ لو انا عملت فيه طفره، فبالتالي لما اطفره او اعمل فيه غلطه او اغير فيه، بالتالي مش هيقدر يقوم بمهمته اللي هي منع الجين الاخر، فينشط الجين الاخر وبالتالي يظهر غشاء جلدي ما بين اصابع الدجاج. جربوا الموضوع ده في احد الجينات، انا عندي جينين، جين للقدم اليسرى وجين للقدم اليمنى. جربوا الموضوع ده في الجين بتاع القدم اليسرى، وكانت النتيجة عندنا ظهور الغشاء الجلدي في الأشعة اللي موجودة قدام مننا، وده منظر الأشعة. ده القدم اليمنى وده القدم اليسرى، لأن الغشاء الجلدي اتكون في القدم اليسرى رغم عدم وجوده في القدم اليمنى، فبالتالي ده عرفناه إن لما طفر الجين فسد المستقبلات اللي كانت بتقبل الكابح، اللي كانت بتيجي تقول للكابح تعالى إيه ارتبط هنا عشان ما نشتغلش، لا كده منعته، فبالتالي نشط الجين عندي في القدم اليسرى واصبح في غشاء جلدي ما بين الاصابع بالنسبه للقدم اليسرى لدى الدجاج، اللي هو في الاساس الجين ما كانش شغال عندك لكنه كان موجود. وبالتالي الحاجه الطبيعيه زي ما احنا عرفنا ان الجين ده موجود عند البط فبيسمح بنمو الغشاء، بينما عند الدجاج غير موجود وبالتالي توقفت العمليه. طيب اما سدنا مستقبلات ظهر الغشاء الجلدي ما بين الاصابع. نيجي بعد كده يا شباب عندنا بالنسبه للجينات والبروتينات. قلنا عندنا في مجموعه من الجينات موجوده داخل جسمنا يا اسلام، احنا قلنا خلايا جسمنا فيها كم كروموسوم؟ كم عدد الكروموسومات في خلية جسم الانسان؟ 46 46. تمام، برافو عليك. عرفنا ان النواه بتاعتنا هي اللي بتحتوي على 46 كروموسوم. طيب ال 46 كروموسوم دول جولنا منين؟ جالنا عندنا من الاب 23 ومن الام 23. طيب احنا حاليا بقى هنعرف ازاي الجين ده بينشط ويشتغل عندي ويبدا يوضح البروتينات اللي موجوده فيه او يترجم للبروتينات اللي موجوده. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض يا شباب. هلاحظ عندي مجموعه من الخلايا واضحه قدامكم الصور يا شباب، شايفين الصور؟ ده صور عندي حسام. هل الخلايا الطلائيه والعضليه والعصبيه والعظم والدم، هل الدي ان ايه في مجموعه الخلايا دي تختلف لو عندي حسام؟ ام يكون الدي ان ايه فيها كلها متشابهه؟ مختلف رأيك ايه يا اسلام؟ نفس الديني نفس الدي ان اي. تمام كده، يبقى احنا يبقى اسمنا عندنا الدي ان اي في كل جسمك نفسه، يعني خدت خليه من جلدك، خليه من قلبك، خليه من معدتك، خليه من جلد من شعرك، كل الدي ان اي فيهم نفس الدي ان اي، الا لو اخدت بويضه. البويضه هيكون فيها النص، انا عندي في الخليه العاديه 46 لكن البويضه بتاعتك هيبقى فيها 23 بس. كذلك اسلام الحيوان المنوي عنده هيكون فيه 23 فقط. يبقى انا عند الحيوانات المنويه هي اللي تختلف، لكن اي خليه جسميه اخرى في جسمنا متشابهه في الماده الوراثيه الدي ان اي عندهم نفس الدي ان اي، مفيش فرق بينهم خالص. طيب امال يا استاذ اختلفوا مع بعض في الشكل ليه؟ لو انت بالكلام بتاعك بتقول لي ان النواه دي فيها 46 كروموسوم
ونوطي العضلات، سواء الثلاثه اللي موجودين، ثلاث عضلات عندي، ثلاث اشكال، دول ثلاث انواع من العضلات، دي هيكليه ودي قلبيه ودي ملساء، والثلاثه مختلفين في الشكل رغم ان الدي ان ايه بتاعهم واحد. اهو الفرق عندنا في حاجه اسمها التعبير الجيني. يعني ايه تعبير جيني؟ يعني انا عندي كل خليه بتستخدم مجموعه معينه من الجينات خاصين بيها بس. طب عشان نفهم الموضوع ده، كنت شبهت لكم المره اللي فاتت بير الصفر، قلت لك الصفر اللي عندك في البيت في كم قناه؟ قلنا في 1000. هل انا بتفرج على 1000 كلهم؟ قلنا لا. قلت مثلا بسمله بتتفرج على 5، ماما بتتفرج على 5 تانيين، اخوك بتتفرج على 5 غيرهم، فيبقى الاقي في اختلافات ما بين الاهتمامات اللي موجوده. كل واحد منكم مهتم بمجموعه معينه من القنوات هي دي اللي بتجرب عليها او بيفتحها او بيشغلها. فكذلك خلايا جسمنا، خليه العين خليه عصبيه، وخليه اللسان برضه فيها خليه عصبيه، خليه الاذن خليه عصبيه، لكن الثلاثه مختلفين في الشكل رغم ان الدي ان ايه بتاعهم واحد، لان كل خليه ليها مجموعه معينه من الجينات اللي يقدر في قلب الكتاب بتاعنا 30000 جين. عدد الجينات اللي موجوده المقدره معانا في قلب المنهج بتاعنا 30000 جين. ال 30000 جين عينيا اللي هي فيها 100، فتشغل ال 100 بتوعها بس. طب بقيه ال 30000 مالهاش دعوه، ما تجيش جنبه، تمام كده؟ فده بنسميه حاجه اسمها التعبير الجيني الانتقائي، وهيجي لنا كمان شويه. التعبير الجيني الانتقائي ان كل خليه بتنتقي مجموعه معينه من الجينات لتقوم بتنشيطها. طب بتنشطها ليه؟ عشان تتنسخ وتتشذب وتترجم وتصنع بروتين اللي هيؤدي لظهور صفه. واضح كده الفكره؟ الغدد اللعابيه اللي موجوده معايا نفس الوضع، بتصنع مجموعه من الانزيمات زي انزيم في الفم اسمه الليسوزايم وانزيم اسمه الاميليز. طيب عندها جينات موجوده في الخلايا الغدد اللعابيه فيها ال 30000 جين اللي احنا اتفقنا عليهم، لكن هي عايزه الجين ده اللي على كروموسوم 5، والجين ده اللي على كروموسوم 11، والجين ده اللي على كروموسوم 20، دول بس اللي اتشغلوا. طب باقي ال 30000 ماليش دعوه بيهم، سيبهم للجين. تمام كده؟ زي الصفر كده، انا استخدمت 5 بس، لكن بقيه ال 900 وشويه ماليش دعوه بيهم. تمام؟ طيب فكذلك عندنا خلايا جسمنا نفس الفكره، بتستخدم مجموعه من الجينات دون الجينات الاخرى. طيب المجموعه الجينات اللي استخدمتها بنسميها جينات نشطه، جينات فعاله تم تنشيطها عشان تشتغل وتصنع البروتينات، لكن هناك جينات اخرى لم يتم تنشيطها لعدم الحاجه ليها، ملهاش دور هنا في قلب الخليه، موجوده لكن لن يتم ترجمتها او تصنيع منها بروتين لعدم الحاجه ليه، الا لو حصل غلطه اثرت على التنظيم بتاع الخليه، ففي الحاله دي الجين يشتغل. يبقى عند الجينات في الطبيعي في جينات شغاله وجينات مش شغاله، لكن ممكن قد يحدث خطا في الخليه ويؤدي عندي لظهور جين يشتغل في غير موقعه، زي ما احنا شفنا عند الدجاج كان عنده الجين كائن مذبوح ممنوع من العمل، لكن نتيجه حصل طفره اتلعب او ممكن تكون طبيعيه، تعرض الدجاجه لاشعه معينه ملناش دخل فيها، حاجه كده من عند ربنا، اشعه من الشمس جت عليها ادت لحدوث طفره وظهر عندي فرخه لها غشاء جلدي، ممكن تحصل ممكن تحصل، يبقى الجين كان غير نشط اصبح نشط. تمام كده؟ ادى الفرق عندي. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض يا شباب. جاي بيقول لي جزء صغير من الجينات في الخليه يعبر عنه بشكل دائم، يعني انا عندي الجينات اللي موجوده في قلب الخليه في جزء منها شغال بشكل مستمر، يعني في خليه من جسمنا طول الوقت بتصنع بروتين معين. هو ده اساسي عندها. يوميا موجود. يوميا لازم يتم تصنيع كميات محدوده. تمام كده؟ طيب وفي جزء تاني بيتم تثبيطه، يبقى ساكن. يبقى انا عندي في جينات تنشط وفي جينات تبقى ساكنه. في الدرس ده هنعرف ازاي بيتم تنشيط وتثبيط هذه الجينات. جاي لي في البدايه جاي بيقول لي انت شفت الحروف بتاع الدي ان ايه؟ قلت له كم حرف؟ ها فاكرهم يا بسمله حروف الدي ان ايه؟ القواعد بتاع الدي ان ايه؟ كانوا كم قاعده؟ أربعة اللي هم ايه؟ جميل. A والتي والسي والجي. ممتاز، ادي اربع حروف. طبعا احنا اتفقنا مع بعض في المره اللي فاتت اللي يشوف اربع حروف قال له اربع حروف A تي وسي جي دول رموز للمركبات الكيميائيه، لكن لما دورنا واكتشفنا ان الاربع رموز دول عندنا يا شباب اصبحوا شفرات ثلاثيه، وكل شفره ثلاثيه لها حمض اميني، والحمض الاميني يتجمع مع حمض اميني ثاني مع ثالث مع رابع، وفي الاخر يكون بروتين. البروتين ده قد يكون انزيم بيفرز في الفم، يفرز في المعده، يفرز في الامعاء، قد يكون البروتين ده مضاد حيوي، اجسام مضاده موجوده في جسمنا عشان تقاوم الميكروبات، قد تكون هرمونات، قد تكون بروتين بيغطي جلدي زي الكيراتين اللي بيغطي الجلد بتاعنا عشان يحمينا ويمنع فقدان الماء. فهلاحظ ان جسمي بيصنع البروتينات بشكل مستمر، يعني جلدي ده شغال طول الوقت فيه كيراتين على جسمي، لو حصل فقد ليه يتم تصنيع غيره على طول، فده جينات شغاله. طيب في عندي مثلا الامعاء بتاعتي بتصنع لي انزيمات تهضم وقت الاكل، في وجبه اكلتها مطلع له انزيم، الانزيمات ما بتفرزش عندي بشكل مستمر ل 24 ساعه، ولا لو انا صايم هدخل حمام اعمل حمام انزيمات.
ما عنديش انا الموضوع ده، تمام؟ وقت ما يكون في وجبه يتم خروج انزيمات عشان تهضم الوجبه اللي داخلك. طب الوجبه خلصت وهضمت، الغدد تقف وتريح لحد ما تسمع اشاره او يجي لها رساله معينه تقول لها ان في وجبه تانيه، فبالتالي تنشط مره اخرى وتبدا تصنع الانزيمات مره اخرى. طيب جاي بيقول لي عندنا عرفنا القواعد اللي موجوده، تمام، وعرفنا التتابعات اللي موجوده فيها، تمام. كل دي بتعمل كاشارات لبدء عمليه النسخ او توقفها. طيب ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. جبت لكم صورتين من اخر الدرس التاني عشان توضح العمليه. لو لاحظنا هنا في الصوره اللي على اليمين بيقول لي بدء عمليه النسخ، يعني المجموعه دي كلها عباره عن بروتينات، الاخ ده انزيم بالمر، ودول عوامل النسخ، وده مساعد منشط، وده منشط. كل المجموعه دي اشتركت مع بعضها عشان نبدا عمليه النسخ. طب لو واحد منهم مش موجود مش هنبدا. فدي كلها بروتينات تنظم عمليه النسخ. طب تعالى في الصوره الثانيه على الجانب الاخر، الاقي المجموعه كلها موجوده بس في حته بروتين تانية قام جاي واقفه لي هنا. انت اسمك ايه؟ قال انا اسمي كابح. جاي بتعمل ايه؟ قال انا همنعهم ان هم ينشطوا، هوقفهم، ممنوع يشتغل. يعني انت الكابح اللي هتمنع نسخ البروتين، او هتمنع عمليه النسخ اللي هننسخ منها الام ار ان اي وبعد كده نترجمه بروتين. ايوه انا هو ده. فبالتالي يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا عندي في تتابعات موجوده على شريط الدي ان ايه. التتابعات دي تعمل كمحفزات لمواقع ارتباط انزيم البلمره. ادي انزيم البلمره عندنا اهو مرتبط عندنا في تتابع اللي هو الشريط، الحته الزرقاء اللي في شريط الدي ان ايه دي مرتبط بيه. في حين تعمل اشارات اخرى كذا اشارات لبدء عمليه النسخ. انا عندي الجزء ده اللي مكتوب عليه معزز هنا وهنا، وهنجيله بالتفصيل كمان شويه ان شاء الله لو لحقنا نوصل لنهايه الدرس. هلاقي عند المعززات دي مواقع هترتبط بقى المنشطات عشان نبدا عمليه النسخ. طيب نيجي هنا في الجنب الثاني، الاقي المعززات اللي هي الصفراء اللي موجوده عندي ما برضه موجوده هنا اهي، الثلاث معززات. لكن الاقي الاخت الكبحه ديت جايه واقفه لي هنا في حته ثانيه اسمها الصامت، فمنعت لي عمليه النسخ. يبقى انا عرفت كده ان في تتابعات ممكن تبدا زي الصوره دي، وفي تتابعات ممكن توقف زي الصوره اللي على اليسار. تمام لحد الان يا شباب، ولا في اي مشكله في الكلام ده؟ لا تمام تمام يا سلم. ها تمام تمام. نيجي نخش بعد النهايه يا شباب. قال لي عندنا تمتلئ الخلايا ببروتينات ترتبط بتتابعات محدده من الدي ان ايه. لو شفنا كده كل المجموعه اللي قدامنا دي بروتينات، انزيم البلمره مرتبط بتتابع معين، الحته اللي بعد منه دهيتي هناخدها اسمها بروتين تاتا، والحته اللي ماسكه فيها اسمها صندوق تاتا. تمام، يعني بروتين تاتا وصندوق تاتا. تاتا تاتا خط العتبه. تمام طيب، فاحنا عندنا تاتا دي يا شباب مرتبطه بتتابع معين، انزيم البلمره مرتبط بتتابع معين، حتى المنشطات مرتبطه بتتابع معين، حتى الكابحات مرتبطه بتتابع معين. يبقى كل واحد ليه تتابع معين. اهو تمتلئ الخلايا ببروتينات ترتبط بتتابعات محدده على الدي ان ايه، مالها؟ تساعد في تنظيم وضبط عمل الجين. يعني البروتينات دي كلها هتظبط لي الجين ده وتنظم لي العمل بتاعه، وتحدد الجين ده يشتغل ولا الجين ده يقف على حسب الخليه اللي هي موجود فيها. خليه عين هتشغل مجموعه من الجينات الخاصه بيها تصنع المواد اللي محتاجاها. تمام، خليه في اللسان، الخلايا العصبيه اللي موجوده في اللسان بتاع التذوق هتصنع برضه بروتينات خاصه بيها، الاذن هتصنع بروتينات خاصه بيها، وهكذا. كل خليه في جسمنا ليها اليات تنظيميه او بنسميها تعبير جيني، بتعبر عن رايها بطريقتها هي حسب موقعها في جسمك وحسب وظيفتها. تمام كده. ممكن اسلام رايك ايه في الموضوع ده؟ يقول له راي مختلف عني مش مشكله، بس مره تقول راي ثالث. كل واحد منا بيعبر بطريقته طالما الموضوع مفتوح. فكذلك خلايا جسمنا على حسب موقعها في جسمك، كل واحده ليها مجموعه من الجينات بتعبر عنهم بطريقتها من خلال عمليه النسخ والتركيبه. طيب جاب لي في البدايه كده اختصار بسيط للشريط دي ان ايه. ماله الشريط ده؟ لو بصينا عليه بيقول لي في مواقع تنظيميه اللي احنا شفناها في الصورتين من شويه زي المعزز وزي الصامت اللي بيجي عليهم بروتينات ترتبط زي المنشط والكابح، هي دي المواقع التنظيميه. هتعمل ايه؟ قالت انا اللي هنظم العمل، هحدد الجين اللي جاي ده شغال ولا مش شغال، الخليه دي محتاجاه ولا مش محتاجاه. مين اللي بيحدد؟ المواقع التنظيميه. طيب اللي بعد منه قال لي ده المحفز بتاع ايه؟ قال لي ده اللي هيجي له انزيم البلمره. لو رجعنا كده للصوره، ادي الجزء ده كده الاول ازرق من هنا لحد هنا، ده المحفز. جالي انزيم البلمره عليه وده بروتين تاتا وراه. طيب الحته اللي احنا شفناها المواقع التنظيميه زي المعززات اللي موجوده عندي هنا، ده معزز وده معزز وده معزز اللي ماسك فيهم المنشط، والحته اللي بينهم دي بنسميها صامت. الحته دي هو الحته دي ملونه عندي اللي هي الحته اللي ماسك فيها الكابح هنا، برضه تتابعات يرتبط بها بروتين الكابح. طيب يبقى احنا كده عرفنا المواقع التنظيميه اللي هتنظم عمل الجين التالي. هل هذا الجين ضروري ام غير ضروري؟ هل هذا الجين يتم ترجمته ام لا يتم ترجمته؟ تمام؟ طيب
نيجي بعد كده عندنا صندوق تاتا، وعرفنا ان بيرتبط بيه بروتين خاص بيه سميناه بروتين على نفس الاسم بروتين تاتا. نيجي بعد كده لما كنا شايفين الام ار ان ايه وهو بتصنع ايام الاكسون والانترون، هو جالنا هنا تاني اهو، عرفنا ان كان ليه جزء اسمه راس وديل، ودول بيتم تكوينهم بعد عمليه التشذيب، يعني بعد ما بيتنضف الام ار ان ايه من الانترونات، لان احنا عرفنا ان الاكسون كانت مناطق تترجم والانترون كانت مناطق لا تترجم، فكنا بنزيل الانترونات الاثنين دول ونربط الثلاثه اكسون، ده بعد ما بننسخه مش من الدي ان ايه، يعني الدي ان ايه موجود هو في الانترون والاكسون مفيش خلاف في الكلام ده، بننسخ منه الام ار ان ايه وبعد ما ننسخه نوضبه نقصقصه، تمام كده، نشيل اللي احنا مش محتاجينه اللي هو الانترون ونربط المهم عندنا اللي هو الاكسون، وبعد كده بيتكون عند راس وزلي. طيب فبيقول لي التتابع اللي موجود عندي هنا، هنبدا النسخ من هنا، في جزء في الاول منطقه غير مترجمه يعني مش هتترجم، يعني هتتنسخ اه بس مش هتترجم. طيب وفي منطقه برضو في النهايه برضو عندي هتتنسخ كمان بس برضو مش هتترجم، يبقى انا كده في عندي موقعين لن يتم ترجمتهم في البدايه والنهايه، وشبهت لكم الموضوع ده قبل كده يا شباب عشان ما تنسوهاش، ان ده اشبه بالدعامه اللي بنحطها قدام السياره، حته حديد كده بعض الناس بتقوم مركبها في السياره من قدام لك عشان لما اخبط حد اعوره هو واحمي سيارتي، تمام كده، هو ده نفس الشيء، شريط الام ار ان بتاعنا لما هيتنسخ هيكون عندي جزء قدام غير منسوخ وجزء ورا غير منسوخ، كان فايدتهم دعامه، ماشي، حمايه. طيب ها في مشكله في الرسمه؟ لا تمام تمام، بسمله تمام. هنسال دلوقتي، فلو في اي حاجه غير واضحه الجزئيه دي عيدها، ماشي، عيب ما تحرجش، تمام كده، حقك اطلب عيد الجزئيه دي. طيب نيجي مع بعض، الجين كما ترى هناك محفز، هذا المحفز اللي هو الجزء ده في جانب واحد من الجين، ماشي، ما هو في الجنب ده بس ما احنا شايفينه في الجنب الثاني، الى جانب المواقع التنظيميه، اللي هو الجزء ده كده ده المواقع التنظيميه، مالهم؟ حيث ترتبط بروتينات تنظم عمليه النسخ وتحدد ما اذا كان الجين يعمل او لا يعمل. ادي الجين بتاعنا هنا، هنا يعمل ولا لا يعمل يا بسمله في الجزء ده؟ هنا يعمل. طيب يا اسلام في الجزء ده يعمل ولا لا يعمل؟ لا يعمل. لا يعمل ليه؟ حبيبنا الكابح وقف لنا مانعنا من العمل، تمام كده، اهو ده الجزء اللي بيقول عليه هنا، هترتبط بيه بروتينات هتنظم العمل ده وتقول الجين ده شغال في الخليه دي ولا لا يعمل. طيب عندي في المحفز صندوق، سموه صندوق ايه؟ صندوق تاتا. ليه يا جماعه؟ قال لي هيجي لي بروتين يرتبط بيه، والبروتين ده هنعرف ان ليه دور في اطلاق عمليه النسخ. اطلاق ازاي يعني؟ مش فاهم. لما نجي لها باذن الله عند بروتين تاتا هلاقي ان بروتين تاتا ينزل الاول يرتبط والانزيم البلمره تعالى تعالى ارتبط يلا، يعني هو بيسبق انزيم البلمره يرتبط قبل منه عشان ياخده في حضنه كده ويقوم قافل عليه. نرجع كده بالصوره ونبص عليه، بص كده معايا، شايف بروتين تاتا جايب اخواته الصغيرين معاه وقال لهم بصوا انزيم البلمره ينزل وروحوا حضنه فوق منه اقفلوا عليه اطمنوا ان هو ماسك كويس معايا كده، فيبقى جاي بيقول لي ان له دور في اطلاق عمليه النسخ، ادي الدور بتاعه، لان حبيبنا ده اول واحد هيرتبط وهيجيب حبايبه الصغيرين دول يرتبطوا معاه بعد ما انزيم البلمره يرتبط، وقوم جاي عند المنشطات فوق منه المساعدات فوق منه وبعد كده المنشطات اخر حاجه، يبقى اول واحد عندي هلاقيه هو اللي بادئ العمليه، يعني قد احنا في الفيديوهات اللي فاتت وفي الشرح القديم في الدرس اللي فات وانا دايما نشوف انزيم البلمره داخل مرتاح على طول خط لازق نازل على الشريط، لا في الواقع ما هوش موجود الكلام ده، احنا عندنا في اليات تنظيميه معقده، تمام كده، ان احنا عندنا في بروتينات هتيجي تظبط العمل، مين البروتينات؟ عندي تتابع تاتا هيجي له بروتين خاص بيه اسمه بروتين تاتا يرتبط هو بالشريط ويقول لي بنزيم البلمره تعالى ارتبط جنبي، ماشي، تمام كده، فبالتالي بيقول له دور في اطلاق عمليه النسخ، بص معايا اهو، ادي بروتين تاتا اول واحد هيروح يربط نفسه، وده اخواته الصغيرين مستنيين بنسميهم العمله القاعديه، مجرد ما ينزل البلمره يلاقي بروتين تاتا صافط او لازق نفسه خلاص في الشريط مباشره يقوم نازل هو كمان مرتبط، وتقوم كل العمله القاعديه دي مرتبطه عندي عليه. طيب نيجي نشوف، هل الصوره دي فيها خطا يا بسمله؟ هل هناك مشكله في هذه الصوره؟ ايوه ايده صوابعه يعني عظمه كام؟ كم عظمة؟ كم صابع؟ في صابعين هنا ملويين كده. طيب ماشي، يعني انا بس ما شايف يا استاذ، انا شايف ان في صابع ملوي هنا وصابع ملوي هنا، طب عدد الاصابع في كل يد كم؟ ايه ده؟ ستة.
ستة. يبقى عنده دلوقتي زيادة في عدد الأصابع، عنده صابع زيادة، تمام كده؟ والصابع ده طالع ملتحم من منبت الصابع اللي في النص هنا، يعني طالعين كأنهم صابع واحد، وبعد كده اتفرق عندي والتاني صابعين. في بعض الناس ممكن تلاقي عندهم صابع سادس طالع من هنا كده، تمام كده؟ عادي، كل دي طفرات ممكن تحصل. ايه اللي حصل؟ خلل، خلية حصل فيها خلل، فالخلل ده أدى لظهور صفرة. طب تعالوا كده نشوف خطوات الخلل ده حصل ايه، تمام؟ قال لي أول حاجة أنا عندي جين عندي إن إيه؟ ماله؟ هتحصل له عملية نسخ. طب وبعد النسخ؟ عملية تزييف. وبعد التزييف؟ عملية ترجمة. هيطلع منه إيه؟ يطلع بروتين. البروتين ده يعمل إيه؟ يؤدي لظهور صفرة. ده الطبيعي إن أنا عندي جين يتنسخ ويترجم ويصنع بروتين اللي هو يديني صفرة، أو يديني إنزيم، أو يديني هرمون، أيًا كان الحاجة اللي هتطلع منه، المهم صنع لي بروتين في النهاية. تمام؟ طيب العظام بتاعتنا فيها بروتينات. يعني عظامنا نفسها اصلا فيها بروتينات، الخلايا العظميه فيها بروتينات، فبالتالي حصل خلل في الخلايا اللي كانت موجوده هنا المسؤوله عن تكوين الصبع ده، حصل فيها خلل فبالتالي ادت للصبع زياده. يبقى انا عندي الجين الطبيعي في النهايه اداني صفه وراثيه او اثر على الوظيفه، لكن في حاله لو حصل فيه طفره او خلل مباشره كل ده يتغير معايا وتنتهي ان الصفه او الوظيفه كمان تتغير. نعيد الحته دي تاني. الجين الطبيعي بيتنسخ وترجم وصنع بروتين يؤدي لظهور صفه، تظهر على الشخص صفه لون عينيه مثلا خضر. ايه اللي حصل؟ عندي جينات الدي ان اي الخاصه بالعين بتاعتي، تمام، نشطت واشتغلت وبدات تصنع بروتين، البروتين ده ادى لظهور اللون الاخضر في عيني. طيب تمام كده؟ تمام. طب لو نفترض حصل طفره في الجين ده، المفروض كانت تطلع اخضر مثلا. حصل طفره في الجين ادت برضه لعمليه نسخ وعمليه ترجمه وتصنيع بروتين، لكن هل نفس البروتين القديم؟ بالطبع لا، لان الجين حصل فيه تغيير، ممكن التغيير ده يكون حرف، ممكن حرفين، ثلاثه، حرف زاد، حرف قل، وهنشوف الكلام ده باذن الله مع بعض، تمام؟ فلقيت تغير في حرف واحد زي رقم التليفون بتاعك، رقمك كام؟ كذا 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 كذا، لو شلت رقم وحطيت رقم مكانه، او طيرت رقم، او زودت رقم، مستحيل تكلم، مستحيل يكون نفس الشخص. ففي الحاله دي هيتتغير عندي الصفه بتاعتي، وبالتالي هنشوف منظر زي اللي قدام عينينا ده يا شباب. طيب جسمنا فيه كمية من البروتينات تصل إلى 50,000 بروتين. جسمنا فيه بروتينات تصل إلى 50,000 بروتين. عدد الجينات المقدر هنلاقي عندنا في قلب الكتاب مرة 20,000، مرة 25,000، مرة 30,000، يعني هنلاقي عندي ثلاث أرقام في قلب الكتاب، لأن العلماء بدوا أرقام تقديرية. لكن هل وصلوا لكل ال 30,000 دول درسوهم 100% وسجلوهم في كتب إن الجين الفلاني كذا كذا والجين الفلاني؟ لا، بدوا أرقام تقريبية لحد الآن. تمام كده؟ فبالتالي عندنا عدد الجينات التقديرية تصل الى 30,000 على حسب اقصى رقم عندنا في الكتاب. طيب عندنا البروتينات اللي بتصنع من ال 30,000 جين 50,000 بروتين. 50,000 بروتين. فجاي بيقول لي زي اللي قدامنا هنا، التغير في الدي ان ايه حصل تغير في الجين، تمام؟ ادى لتغير في البروتين، يعني البروتين بتاعنا ده طلع متغير، وفي الاخر ظهر معايا صفه جديده زي التصاق الاصابع وزيادتها، ادت صابع ملتصق لاثنين ملتصقين مع بعض وزاد. ده بالنسبة عندنا للجزئية دي. فأي صعوبة في الصورة دي يا شباب أو في الجزئية دي؟ سلام بسم الله. لا تمام. تمام؟ ها بسم الله الأمور تمام يا بسم الله؟ أيوه تمام. تمام. نيجي بقى عندنا نشوف الجزء اللي بيقول لي تحتوي جميع خلاياك على الجينات نفسها، ما احنا لسه قايلين الكلام ده اللي هي في الصورة إياها أهي يا ست الصورة تاني. كل خلايا لجسمك فيها نفس المعلومات، فيها نفس الجينات، لكنها لا تنتج كلها نفس البروتينات. انا لو فحصت جسمك كله هلاقي فيه 50,000 بروتين، لكن لو فحصت عينك لوحدها هلاقي فيها 200 لوحدها، بتطلع لوحدها كده 200، تمام؟ لسانك هلاقيه بيطلع 50، جلدك بيطلع 400. يبقى هلاقي كل عندنا خليه معينه في جسمنا بتنشط جينات خاصه بيها وبتطلع بروتينات خاصه بيها هي بس، تمام كده؟ طيب ممكن بروتينات تشترك بين خليتين، يعني بروتين يتصنع في الخليه دي وتصنع نفس البروتين في خليه ثانيه، عادي مفيش مشكله، ممكن جين يكون مشترك ما بين خليتين مختلفتين، هنا بتصنع البروتين ده محتاجاه في نفس الوظيفه اللي محتاجاها الثانيه، زي مثلا حاجه اسمها انزيمات التنفس. حاجه اخذناها في عاشر، الميتوكوندريا بتنتج طاقه، ما خلايا جسمنا الحقيقه كلها فيها ميتوكوندريا، كلها بتنتج الانزيمات دي، يبقى موجود في كل الخلايا. تمام كده؟ يعني ممكن جينات تكون نشطه في كل خلايا جسمنا، وممكن جينات معينه يتم تنشيطها في خلايا بينما يتم تضبيطها في الخلايا الاخرى. طيب، فما الذي يحدث داخل كل خليه ويسبب هذا التميز؟ ايه الاجابه؟ إن الجينات في كل خلية من خلايا الكائنات الحية لديها آليات تنظيمية هتحفز بدء عمل الجين أو توقفه، اللي هي الرسم اللي إحنا شفناها بتاع البروتينات اللي هو المنشطات والكابح. هناك نشطت، هنا وقفت.
دي الآليات التنظيمية اللي بيقصدها. لو الجين نشط هيترجم ويصنع بروتين، لو الجين اتمنع يبقى في الحالة دي مش هيصنع بروتين. طيب الجين لما ينشط بنسمي العملية دي يا شباب اسمها عملية التعبير الجيني، وده مصطلح ممكن نلاقيه عندنا. إذا عمل الجين وتم تنشيطه وتم تصنيع بروتين، ده إيه؟ أقول له ده التعبير الجيني. الجين عبر عن نفسه. قول لي إيه رأيك إيه يا بسملة في الكلام ده؟ فاهمة لحد دلوقتي؟ بسملة فتحت المايك وقالت لي آه فاهمة يا أستاذ. ها؟ قالت ولا لسه؟ لا ما عبرتش. دي مفيش صوت طلع منها. كده ايوه عبر. كده فاهمة. يبقى كده الجين نشط وعبر عن نفسه. طيب في جين تاني إسلام المايك عنده بايظ، يفتح المايك مش عايز يفتح، ما مش قادر يعبر. أهو ده كده مثبط في حاجة منعاه. طيب فإذا عمل الجين وتم تنشيطه وبالتالي صنع بروتين يبقى سميه تعبير جيني. إذا لم يعمل الجين ولا ينشط يبقى إحنا بنعكس، لم يعمل لم ينشط لم يصنع بروتين، يبقى في الحالة دي بنسميه إيقاف عمل الجين. الجين ده أقف، ما أنتش شغال معانا، مش محتاجينك. تمام كده يا شباب لحد الآن؟ أي صعوبة في الكلام ده؟ أنا ماشي معاكم واحدة واحدة، لأن أنا عارف إن الدرس ده فيه بعض الحاجات تقيلة شوية. فلو في أي صعوبة عيد، ما فيش مشكلة أنا معاك لحد النهاية. طيب نيجي مع بعض بقى يا شباب نشوف إزاي بيتم ضبط التعبير الجين ده. قال لي تختلف طريقة ضبط التعبير الجيني ما بين أوليات النواة وحقيقة النواة. طيب إيه الفرق؟ لو جينا نقارن كده بينهم يا شباب، هل أوليات النواة الدي إن إيه عندها زي حقيقة النواة في نفس الكمية مثلا؟ رأيك إيه يا بسملة؟ هل أوليات النواة الدي إن اللي عندها قد اللي عندي؟ وفي خليتها خليتها زي لا خليتي؟ طيب مين اكثر؟ لا، حقيقيات ممتازه النواة. تمام. طيب في اعتقادك يا اسلام مين فيهم يكون معقد في التعبير، هل الاوليات ولا الحقيقيات؟ حقيقيات النواة. برافو عليك، ده اللي فعلا بيحصل معانا. ان اوليات النواه بسيطه، بكتيريا خليه واحده اكيد، يعني هي حاجاتها بسيطه او شيء اهتماماتها بسيطه، الجينات اللي عندها 1000 جين بس، فبالتالي لما تيجي تنظم العمل فيهم 1000 واحد، 1000 جين هتشغلهم، محتاجه ده دلوقتي محتاجه ده بعد شويه، هتنظم العمل بسهوله. لكن لما اجي للانسان اللي فيه 30000 جين وفي اختلاف في التعضي، في عضو زي المعده، عضو زي القلب، عضو زي الكلى، كل واحد منهم ليه وظيفه وليه موقع معين في الجسم وليه مهام بيقوم بيها، فبالتالي اكيد كل واحد هيقوم بمجموعه معينه من الجينات هينظمها، فبالتالي عندي بتكون العمليه معقده على عكس اوليات النواه. هذا الجزء ده اللي احنا بنقوله. تختلف طريقه ضبط التعبير الجيني بين اوليات النواه وحقيقه النواه. أولية إن هو بدء عمل جين أو وقفه مرتبط بأي تغير حاصل كاستجابة للعوامل البيئية. طب بالنسبة لحقيقة إن هو أنظمة عديدة ومعقدة، ودي سؤال أحيانا بنشوفه مقارنة في الامتحان. قارن بين أولية إن هو حقيقة إن هو من حيث طريقة ضبط التعبير الجيني. بنيجي نقوله في أولية إن هو عوامل بيئية فقط. طب بالنسبة للإنسان عوامل بيئية ومراحل نمو اللي هم مكتوب عندي في الجزء ده انظمه عديده ومعقده. يعني احنا هنيجي بعد شويه هنلاقي في صفحه تانية ضايف الجزئيه دي يا شباب. لما يعني تيجي معانا في صفحه تانية ان شاء الله هتلاقي ضايف الجزئيه دي. هو هنا بيقول لي انظمه عديده ومعقده، لكن هناك هيجي يقول لي ان في منها عوامل بيئيه وفي منها مراحل النمو. طيب اوضحها لكم شويه يا شباب. عوامل بيئيه هنيجي نشوف بعد شويه عندنا البكتيريا بتفرز انزيم اثناء وجود لاكتوز، يعني جالها وجبه حطيت لها شويه سكر عشان تهضمهم، فتقوم مصنعه لي انزيمات عشان تاكل السكر عشان تهضمه عشان تاخد منه الطاقه. طيب تعالى يا اسلام معايا كده، رايك ايه؟ لو انا دلوقتي صايم هل امعائي تفرز انزيمات ام لا؟ لا لا. اكلت وجبه تفرز ام لا؟ تفرز. تفرز. اهو ده عامل بيئي وجود، ده عامل بيئي حاليا وجود انزيم، وجود اسف وجود وجبه غذائيه تمام ادت لافراز انزيم. طيب حصل عندي جرح، الجسم هيبدا يصنع اجسام مضاده او هيقاوم بطريقه معينه او هيصنع بروتينات عشان تقاوم الميكروب زي ما احنا اخذنا في المناعه في الترم الاولاني، ده عامل بيئي، اتعرضت للاحتكاك او اتعرضت للجرح بدا جسمي يصنع الماده اللي انا محتاجها، بدا يخفر لي الدم بتاعي، الدم بتاعي لما اتجرحت بدا يتجلط. ليه الدم اتجلط؟ كان في بروتينات في الدم بس كانت غير نشطه، ما هيش شغاله، مجرد ما حصل جرح وحس ان في المنطقه دي فيها ميكروبات وفي دم بدا ينزف مباشره تحول عندي او صنع لي بروتين اقل الجرح بتاعي، بتعامل بيه. طيب ناخد النقطه بتاع مثلا مراحل النمو. اسلام وبسمله ربنا يبارك فيكم، انتوا افضل الشباب الموجودين. هنلاحظ ان بدا يظهر عليكم العلامات بتاعت البلوغ. طيب انا كان عندي خصيتين
هل كانوا شغالين وانا صغير؟ كانوا موجودين بس مش شغالين، لكن حاليا بدأوا ينشطوا. ليه؟ مرحلة النمو عندك بدأت تسبب ظهور البروتينات اللي هي الهرمونات الذكورية اللي هو التستوستيرون عند بسملة الهرمونات بتاع الأنوثة، فبالتالي بدأ جسمك يصنع بروتينات كانت موجودة قبل كده الجينات بتاعتها بس كانت ممنوعة تشتغل. يعني هرمون التستوستيرون الجين بتاعه موجود في كل خلايا جسمي وموجود في الخصيتين بس مش شغال. لما وصلت لسن البلوغ جاله بروتين من الدماغ زي ما احنا اخذنا في الترم الاولاني هرمون اسمه الاف اس اتش والال اتش، نشط وقال لي يا غاز يلا اشتغلي، فبالتالي خلاص بدات تنتج عندي هرمون التستوستيرون، بدات تعمل عمليه ضبط تعبير جيني وتعبر عن الجين وتفرز الهرمون. لكن الاول كان مكبوت. كذلك الهرمونات الانثويه الاستروجين والبروجسترون كان الجينات موجوده لكن غير نشطه، مجرد ما جاه الهرمون من الدماغ من تحت الماد من اسف من الفصل الامامي الغده النخاميه راح على المبيض نشط المبيض فبدا يفرز الهرمونات، بدا تضاريس الجسم تختلف، بدا يطلع لي ضخم وشارب. هل الجينات المسؤوله عن نمو الشعر والشاب ما كانتش موجوده؟ موجوده، بس لما وصلت لسن معين نشطت الجينات وبدات تشتغل معايا. ها واضحه كده العمليه والتوضيح اللي موجود عندنا في الجزئيه دي يا شباب؟ تمام. انا كل شويه لازم اقول واضح لكم تمام اتاكد ان الجزئيه معديه. تمام. طيب نيجي نشوف مع بعض كده مثلا في البكتيريا. جايب لي فقره في البدايه بيقول لي توجد بروتينات تفرزها البكتيريا طوال الوقت، يعني ال 24 ساعه ده بتصنع فيها. زي ما انا قلت لكم كذلك خلايا جسمنا في انزيمات شغاله ال 24 ساعه بدون توقف. خليه طول الوقت قاعده بتصنع في الانزيم ده ليه؟ محتاجينه بكميه كبيره، فبالتالي عمليه تعبير جيني مستمر. طيب لكن في جينات تصنع بالطلب زي ساعه الاكل. تعالوا نشوف مع بعض. قال لي بكتيريا ارشيشيا كولاي، الاسم التقيل ده اي كولاي، حرف الاي كولاي، تمام كده، او اكتب اي شيرشيا كولاي ما فيش مشكله. يا شيرشيا كولاي مالك؟ قالت والله انا عندي ثلاث انزيمات عشان يهضموا سكر اسمه اللاكتوز. طب بتصنعيه امتى؟ قالت لو حط له سكر، هم بس كده حط له شويه سكر كده عشان اتغدى هقوم مصنع الانزيمات عشان اهضمه. طب لو ما حطوش السكر؟ والله ما انا عامله حاجه، يعني الجين هتوقفيه؟ هو اصلا واقف مش هيشتغل اصلا الا لما يكون سكر موجود، هو السكر مجرد ما يجي هيحفزني ان انا ابدا افرز الانزيمات. طب ورينا كده الاليه بتاعتك، تعالوا كده نشوف مع بعض. ركزوا في الصوره دي لان الصوره دي دايما عندنا في كل الاختبارات يجي ويسالني عن البيانات بتاعتها. تمام؟ اربع بيانات في قلب الرسم على طول، في السؤال اللي فيه بيانات يقوم اللي واحد اثنين ثلاثه اربعه وعايز نكتب البيانات. شفنا مع بعض اربط الرسمه دي مع الرسمه اللي لسه شايفينها من شويه، اللي هو الجين المنظم والمحفز والجين اللي هيتعمل اكسون وانترون اللي هي الرسمه اللي شفناها شكل الجين. ادي الجين المنظم، ادي المحفز، وجايب لي موقع اسمه موقع ارتباط كابح، وادي الثلاث جينات، ده جين اثنين ثلاثه، الثلاث جينات دول هم اللي هيصنعوا لي، ده بيصنع انزيم وده الثاني انزيم وده ثالث انزيم. طيب انت مين يا حاج؟ قال انا الكابح، انا الاحمر ده انا الكابح. تمام. طب وانت مين يا حاج؟ قال انا انزيم البلمره. حد فكر كده انزيم بلمره الار ان اي كان مهمته ايه؟ انزيم بلمره الار ان اي ده سؤال هتلاقوه في الاختبار بكره ان شاء الله. ها ما اهميه انزيم بلمره الار ان اي يا بسمله؟ ايه مهمته؟ ايه دوره؟ ايه وظيفته؟ ايوه يا استاذ، ها ايه اهميه انزيم البلمره يا بسمله؟ بتاع الدي ان اي ولا الار ان اي؟ احنا دلوقتي انزيم بلمره الار ان اي. الار ان اي بيضيف نيوكليوتيدات للقواعد. تمام. عشان يكون ايه في النهايه؟ صح، ما بيضيف الاثنين بيضيفوا نيوكليوتيدات عشان يكون ام ار ان اي. ممتاز، بس ده اللي احنا عايزينه. تمام كده، يبقى اهميه انزيم البلمره بتاع الار ان اي يضيف نيوكليوتيدات لاحد اشرطه الدي ان اي حتى يتم تصنيع شريط الام ار ان اي اللي هو كده بنسميه الرسول. تمام كده. طيب ادي انزيم البلمره كان نفسه يروح يرتبط بالمحفز، لقى مين اللي واقف له؟ لقى الكابح. قال لا ده الكابح واقف، قام هربان بسرعه وقام واخد فوق تحت وراجع. معايا كده؟ كان دلوقتي ساعه حظر وانا جيت اطلع بره لقيت دوريه شرطه معديه، هاجر جري او مستخبي في قلب البيت تاني. تمام كده؟ ليه؟ عشان في واحد كبحني من خروج ان انا كنت عايز اطلع الشارع اشم هوا، فلما لقيته واقف في قلب الشارع خفت وقمت راجع تاني. ادي عندي انزيم البرنامج. طيب تعالوا كده بقى نشوف الجين المنظم ده. جين منظم وام ار ان اي. لا العمليه دي السهم ده يا ترى بيعبر عن ايه؟ اي عمليه من العمليات اللي احنا اخذناها قبل كده؟ الناس اللي تقدر تربط المعلومه بتاع الدرس اللي فات مع الدرس ده. عندي جين منظم في هنا سهم،
واداني ام ار ان ايه، يا ترى الجزء ده يعبر عن ايه؟ عمليه ايه؟ عمليه نسخ. برافو نسخ. عليك، ممتازين. يبقى فعلا هنلاقي عندنا يا شباب عمليه نسخ. طيب جالي ام ار ان ايه وحصل هنا سهم وادانا كابح، في اعتقاقه الكابح ده بروتين ولا حاجه تانيه؟ بروتين بروتين. يبقى السهم ده بيعبر عن ايه؟ عملية الترجمة. برافو عليك، ويبقى عمليه ترجمه. يبقى انا عندي عمليه نسخ وعمليه ترجمه، ادي عمليتين ورا بعض. يبقى تاني كده يا شباب مع بعض الحتات دي، عرفت مع بعض ده انا عندي جين منظم يدينا شريط ام ار ان ايه، اسم العمليه ايه؟ عمليه نسخ. طيب الام ار ان ايه اصبح عندي كابح، اه دي عمليه ترجمه. اهو ده بقى الجين اللي احنا بنقول عليه يعمل طوال الوقت. شايف الفقره دي كده، اهو هناك جينات يتم تصنيعها في الخليه طوال الوقت، يعني طول الوقت شغال تصنيع ما بدون توقف. اهو ده الكابح ده طول اليوم قاعد يصنع لي كوابح، ال 24 ساعه بيصنع لي كوابح، كل شويه ينسخ لي ام ار ان ايه ويتم ترجمته لكابح، ام ار ان ايه ويتم ترجمته لكابح. طيب الكابح هتعمل ايه يا كابح؟ قال والله انا مهمتي اروح ارتبط في الموقع بتاعي، ليا مكان كده اروح ارتبط فيه. هتعمل ايه؟ قال مجرد ما ارتبط انزيم البلمره ده ساعه ما بيشوفني بيخاف مني يهرب. ليه؟ قال لأن انا موجود. فلما يجي يسالني ايه مهمه الكابح؟ قال والله بروتين. ايه وظيفته؟ يمنع انزيم البلمره بتاع الار ان اي من الارتباط بالمحفز. طب لما منعه هل كده هنقدر نشفر البروتينات اللي موجوده عندي او الجينات اللي موجوده ويتم تصنيع البروتينين؟ رايك ايه يا بوسي؟ في حالة وجود الكابح هل يمكن تصنيع هذه البروتينات الثلاثة أو هذه الإنزيمات؟ لا لا. تمام كده، يبقى منع. يبقى ده بنسميه في الحالة ديت جين نشط أم مثبط؟ ما تردي يا بنتي، هل هو جين نشط أم مثبط؟ لا مصاب. مثبط. طب يا حاج إسلام بالنسبة للجين المنظم هل هو جين نشط أم مثبط؟ نشط ناشط. يبقى انا كده في عندي جين شغال بشكل مستمر ده ناشط، وعندي جين تاني جنب منه مش جين واحد، ده ثلاث جينات، لان كل واحد منهم بيصنع لي انزيم، ده انزيم وده انزيم وده انزيم، ففي النهايه عندها هيبقى ثلاث انزيمات. تمام، والجينات ديت مكبوحه ممنوعه من العمل، تم تظبيطها. مين المسؤول عن تظبيطها؟ الاخ الكابح ده. مين اللي جابه؟ الجين المنظم. صنع لنا بروتينات عشان تنظم عمل الجين ده، وقالت الجين ده والله ما يشتغل. طيب امتى الجين ده يشتغل؟ فبتقوم بقى الكلام اللي موجود عندنا هنا في الاول قبل ما نساعده. العلاقه بين السكر وافراز الانزيم علاقه طرديه. يعني ايه؟ يعني لو احنا حطينا سكر هيتصنع الانزيم، يبقى بزياده السكر يزيد الانزيم، فبنسميها علاقه طرديه. كل ما زاد السكر اللي هنحطه بعد شويه هيزيد عندي الانزيمات اللي يتم تصنيعها. تمام كده؟ طيب وجود السكر عندي في البيئه شرط لانتاج الانزيمات. لما يكون السكر موجود هنبدا. طب ازاي؟ تعالوا نفهمها من الكلام اللي جاي. هل الصورة دي مختلفة عن اللي احنا شفناها قبل شوية؟ هي أم مختلفة؟ مختلفة ولا هي؟ هي هي. تمام كده؟ طيب نيجي نشوف مع بعض النسخ والترجمة زي ما اتفقنا. عرفنا إن احنا عندنا مين اللي جاوب المصطلح ده؟ بروتين يرتبط بحمض النووي دي ان ايه؟ لوقف نشاط الجين. ها رأيك ايه يا بسملة؟ ده الكابح. الكابح. برافو عليكي، تمام فعلا الكابح. طيب يعمل كموقع لارتباط انزيم بلمره الار ان اي على الحمض النووي دي ان اي الذي يقوم بعمليه النسخ. رايك ايه يا اسلام؟ موقع الارتباط الار ان ايه موقع الارتباط لانزيم البلمره، انزيم البلمره ده هيروح يرتبط في الموقع ده في المكان ده، اسمه ايه المكان اللي هيروح يرتبط بيه انزيم البلمره؟ الاخ ده كده كان عايز يروح يرتبط فين؟ في المحفز. عند صح صح في المحفز. برافو عليك. تمام. طيب نشوف ده كده، بروتين يمنع ارتباط انزيم بلمره الار ان اي من من الارتباط بالمحفز، يعني بروتين منع الانزيم من الارتباط بالمحفز ويمنع تصنيع الانزيمات. ولا سلو برضو كابح. برضو الكابح. صح، اهو بالفعل بسيطه جدا. احنا عرفنا ان انا عندي بروتين بيرتبط بالدي ان اي عشان يوقف الجين، ادى البروتين اللي ارتبط بشريط الدي ان اي في موقع محدد بنسميه الكابح عشان يمنع انزيم البلمره ان هو يجي هنا وينسخ للثلاثه دول، وهو هو اللي منع البروتين من الارتباط اللي هو بروتين مين؟ اللي هو انزيم البلمر. ما هو انزيم البلمر ده بروتين كان المفروض يجي يرتبط هنا، لما لقى الكابح رجع منع تصنيع الانزيمات. ما انا كنت هصنع من دي ثلاث ام ار ان اي او شريط ام ار ان اي في ثلاث انزيمات هترجمهم عندي بعد كده في عمليه الترجمه عشان انتج الثلاث انزيمات اللي قلنا عليهم، فهيمنع من التصنيع. يبقى برضه عندي الكابح ممكن يجي لي في الاختبار
ما وظيفة الكابح؟ على طول عندي ممكن أي واحدة منهم. يمنع نشاط الجين، يمنع ارتباط انزيم البلمرة بالمحفز، يمنع تكوين الانزيمات الهضم. التلاتة صح. لو كتبت التلاتة في جملة واحدة أبقى ممتاز. معايا كده يا شباب؟ يبقى منع عندي التشفير، منع النسخ، منع تصنيع البروتين، منع انزيم البلمرة من الارتباط. كل الصيغ دي عندي تمشي صح في الجزئية دي. طيب ادي الصورة الأولانية اللي اتفقنا عليها، عملية نسخ وترجمة وصنعنا كابح وطرح عندي. نيجي هنا في الصورة دي، حد ملاحظ حاجة؟ اللي ملاحظ حاجة يقولها كده يا شباب. ولا انزيم البلمرة ارتبط بالمحفز. ممتاز، حلو. طيب ايه تانية بس ما شيء ملاحظة؟ اللي هي اللي هي بتاع الأخضر ده، اللي هو سكر اللاكتوز، ده سكر. أيوة، الصورة اللي فوق كان فيه سكر؟ وانزيم البلمرة. تمام. ايه يبقى احنا لاحظنا، هل الجين المنظم توقف عن العمل، عن عملية النسخ والترجمة اللي كان بيعملها وتصنيع الكابح، أم يظل فعال؟ يظل فعال. ظل فعال. لكن المشكلة عندي في إيه بقى؟ الكابح نفسه هنا شكله نشط، ليه القدرة إن هو يروح يرتبط في الموقع اللي هو القديم هنا. لكن إيه اللي حصل؟ مجرد ما حطينا سكر لاكتوز يا شباب، قام السكر راح مع الكابح وقام مرتبط بيه، قال له تعالى بس ما اقول لك، والله ما انت رايح يا جدع، تعالى بس اقعد. فغير لي شكله، غير شكل الكابح، بدل ما كان كابح ناشط اصبح عندي كابح غير ناشط، غير قادر على اداء مهمته. طيب لما الكابح عندي غير ناشط، هل ليه القدره ان هو يرتبط عندي بموقع الارتباط يا اسلام؟ هل الكابح يقدر يروح يرتبط في موقع الارتباط بتاعه؟ لا ما يقدرش. ما يقدرش. طب كده مين اللي انتهز الفرصة؟ حبيبنا ده كان مرتبط، جاله سكر ضحك عليه وخلاه ساب مكانه، قام انزيم البلمرة بسرعة لقى المكان فاضي، قام رايح راشق وقام ماسك في المحفز وبدأ عندي ياخد في سكته، رايح عندي على الثلاث جينات اللي موجودين عشان يعمل لهم عملية نسخ عشان بعد كده يترجم. واضح كده الفكرة اللي موجودة معانا في الصورتين دول؟ يبقى احنا فهمنا الصورة الأولى. طب إيه الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ إن الصورة الثانية تم إضافة سكر اللاكتوز، عمل إيه؟ ارتبط بالكابح فتغير في شكله، اصبح عندي من صورته النشطه الى صوره اخرى غير نشطه، غير قادر على اداء مهمته. كان دوريه شرطه واقفه في قدام بيت عشان تحميه، تمام، وقمت انا رايح على دوريه الشرطه دي وملغيه بكلمتين ولا اسرح معاه ولا قاعد اساله طب بيت فين فلان، ولا عملنا حريقه في البيت اللي جنب منه، تمام. فبالتالي دوريه الشرطه راحت تشوف ايه اللي هناك، سابت المكان اللي هي كانت بتامنه، انتهز الفرصه للص ان هو يطفي. اهو ده عندنا انزيم البلمره انتهز فرصه ان الكابح عندي اصبح في صورته الغير نشطه، ومباشره قام رايح ماسك عندي في المحفز عشان يقوم بعمليه النسخ. طيب سؤال يجي لي، بسمله جاوبي لي عليه، ما تاثير وضع البكتيريا في محيط غني بسكر اللاكتوز؟ ايه اللي حصل لما احنا حطينا البكتيريا بتاعتنا في بيئه غنيه بسكر اللاكتوز؟ الإنزيم بلمرة الحمض، تمام، انزيم بلمرة الحمض، ارتبط بالمحفز. ماشي، انزيم بلمرة الار ان ايه، حمض الار ان ايه، تمام كده، ارتبط بالمحفز. طيب ايه سبب الارتباط؟ ليه ارتبط في الوقت ده؟ عشان الكابح كان غير نشط. الله ينور عليك. يبقى رتب الخطوات، يتحول الكابح من صورته النشطة إلى صورة غير نشطة وغير قادر على الارتباط بشريط الدي ان ايه، فينفصل، مما يعطي المجال لارتباط انزيم بلمرة الار ان اي للارتباط بالمحفز ليقوم بعملية النسخ. الإجابة بتاعتنا كده إجابة كاملة، إجابة أخد عليها درجتي كاملة. تاني، ما تأثير وضع البكتيريا في محيط غني بسكر اللاكتوز؟ بالراحة كده واحدة واحدة. يرتبط السكر بالكابح مما يؤدي إلى تغير شكله وعدم قدرته على الارتباط بالموقع بتاعه اللي هو موقع ارتباط الكابح، تمام، مما يعطي المجال لارتباط انزيم البلمرة الذي يقوم بعملية النسخ، تمام كده، للجينات اللي هي محتاجة صنع منها الانزيمات الهضمية. طيب نيجي مع بعض، هل شكل الكابح تغير ام لا في الصورة اللي قدام مننا؟ في تغير ام لا؟ ايه رأيك يا اسلام؟ نعم، تغير شكل. في تغير. طب ناتج هذا التغير، ها، هل يصبح الكابح قادر على اداء مهمته ام غير قادر؟ لا غير قادر، تمام غير كده.
يبقى هل اثر ذلك على وظيفته؟ طبعا عندنا اثر على وظيفته، لانه تحول من صورته نشطه لصوره غير نشطه او غير قادره على اداء مهمته. ارتباط السكر بالكبد غير شكله، اصبح غير نشط، غير قادر على الارتباط بالحمض النووي اللي هو الدي ان. طيب نيجي كده مع بعض، ادي الصوره اللي لسه شايفينها اللي هي كانت تحت معانا، وده الصوره الاخيره. ها ايه الاختلاف؟ رايك ايه يا اسلام؟ تكون عندي بروتينات او برافو، انزيمات جديده. تمام. الاقي عندي حصل ايه؟ حصل عندي تكوين للام ار ان، وكمان حصل عندي تكوين للانزيمات. ولو لاحظنا حاجه، ان النسخ والترجمه بيتموا مع بعض. عند البكتيريا نسخ يحصل وورا منه على طول الترجمه، مش زي عندنا، لان احنا عندنا في خلايا حكايه ان هو النسخ كان موقعه فين يا بسمله، والترجمه كان موقعها فين؟ في الأول أنا النسخ ليه موقع والترجمة لها موقع. أين يحدث النسخ وأين تحدث في الترجمة؟ ال مش فاكر. عايز تراجع شوية يا بسملة، عندك اختبار بكرة يا بسملة، ما ينفعش. قول يا إسلام، أين تحدث عملية النسخ وأين تحدث عملية الترجمة؟ النسخ تبقى داخل النواة والترجمة، والترجمة في السيتوبلازم. برافو عليك، أحسنت. تمام كده؟ يبقى فعلا عندنا عمليه النسخ بتتم داخل النواه، لكن عمليه الترجمه بتتم في السيتوبلازم، فبالتالي في انفصال تام ما بين العمليتين. وده سؤال هيجي لنا في الجزئيه دي، من طرق ضبط التعبير الجيني في حقيقه النواه، ان عندنا في غشاء للنواه يفصل بين النسخ وبين الترجمه، فلذا بتتم عندي على مراحل مختلفه. لكن بالنسبه لاوليه النواه كله في قلب السيتوبلازم، فبالتالي بينسخ وعلى طول منها ورا منها عمليه ترجمه. تمام؟ فلاقي هنا حبيبنا لسه ما خلصش الشريط وكان شغالين ترجمه على طول في نفس الوقت. طيب كم انزيم تم تصنيعه يا شباب؟ كم انزيم يا بسمله عندي؟ ثلاثة. 3. سؤال جاء بكده في اختبار، كم عدد الانزيمات اللازمه لهضم سكر اللاكتوز في بكتيريا شيرشيا كولاي؟ اقول له كم انزيم؟ 3 انزيمات عندي. تمام كده؟ طيب تعالوا كده مع بعض، هل ستتم عمليه النسخ والترجمه للجينات لانتاج الانزيمات الهضميه الثلاثه؟ حصل عندي، طالما انزيم بالمره ارتبط، انزيم بالمره طبعا الار ان اي، كل كلامنا عن الار ان اي، راح اعمل عمليه النسخ للثلاث جينات، تم ترجمتهم عندي بعد ما تكون الام ار ان ايه، تم ترجمتهم الى ثلاث انزيمات هاضمه، وبالتالي نسبه سكر اللاكتوز يا اسلام هل تزداد ام تقل؟ نسبه سكر نعم، اللاكتوز بعد تصنيع هذه سكر الانزيمات، هل نسبه السكر بتاع اللاكتوز عندي تزيد ام تقل؟ المفروض تقل. تقل. طب لما تقل، هل الكابح الغير ناشط هل سيظل في هذه الحالة أم يعود لنشاطه؟ هينشط. ينشط. ليه؟ لأن الإنزيمات ده هتروح تدور، قال لي أنت واخد السكر ده ليه؟ ده حياته، ده بتاعنا، هتقوم واخده منه وهضماه. فبالتالي الكابح بعد ما كان صورته غير نشطة، أو حتى سيبك من ده، الجين المنظم شغال بشكل مستمر، صنع كابح جديد، والسكر اللي موجود قل خالص، ما عادش موجود. ففي الحالة ديت أصبح الكابح ده مش لاقي حد يرتبط بيه، على طول هيقوم رايح ماسك فين؟ في الموقع بتاعه اللي هو موقع الارتباط بالكامل، وبالتالي يمنع عندي اي انزيم بالمره جديد ان هو يفكر يرجع يرتبط من جديد. يعني حتى انزيم بالمره ده بعد ما يخلص المهمه، على ما يفكر يرجع تاني، او حتى لو واحد تاني فكر يرجع، هيكون انزيم الكابح او بروتين الكابح راح ارتبط معايا ومنع اي واحد جديد. ليه؟ بسبب انخفاض نسبه سكر اللاكتوز الموجوده. طيب بسمله، جاوب لي السؤال ده كده، ما تأثير صنع الإنزيمات على نسبة سكر اللاكتوز؟ ما تأثير صنع الإنزيمات على سكر اللاكتوز؟ بيقل بيقل قد إيه؟ حتى ينتهي، لحد ما يخلص. أيوة. يعني تفضل الإنزيمات ماشي معايا، تاكل في كل السكر الموجود لحد ما السكر يختفي خالص، تهضمه كله. تمام كده؟ وبالتالي الكبح يكون عندي في شكل النشط. هل ينشط الكبح مرة أخرى؟ طبعا لسه مجاوبنا النقطة دي، إن فعلا عندي ينشط. طيب تعالوا كده مع بعض يا شباب، هنرجع بقى للصورة من جديد، يعني اللي حصل ده كده هيقوم رجعنا للمرحلة الأولى من تاني، ويستنى بقى وجود سكر مرة تانية عشان يقوم بالعملية مرة أخرى. تمام كده يا شباب؟ قلنا ماذا يحدث بعد هضم جميع السكر اللاكتوز الموجود في الوسط مع البكتيريا؟ طبعا عرفنا إن الكبح هينشط، هيرجع الكبح هينشط من جديد، ويرجع يرتبط في الموقع بتاعه، وبالتالي يتوقف عمل الثلاث جينات اللي كانوا شغالين، هيتم توقفهم، وبرضه انزيم البلمره لو في انزيم بلمره فكر يرجع من جديد ممنوع ان هو يرتبط. ليه؟ لان الكبح عندي في صورته النشطه. طيب في سؤال بيقول لي علل، لا يتم الانتاج الانزيمات الهاضمه
لسكر اللاكتوز بشكل مستمر. رأيك ايه؟ مين اللي جاوب للسؤال ده؟ ليه البكتيريا ما تصنعش الثلاث انزيمات على طول طول الوقت وخلاص؟ طيب ما حدش عايز يقول؟ عشان السكر ما يروحش خالص، ما يخلصش من الجسم. طيب ممكن نعكس العملية بس، تمام؟ تعال كده نقول مثال. كلنا عندنا سيارة. هل سيارتي بسيبها شغالة ال 24 ساعة؟ ولا ساعة ما باجي اطلع بس، او مدور السيارة ومسخنها شوية وبعد كده انطلق بيها، ولما ارجع او مبطل السيارة واقوم داخل ايه جوه بيتي؟ هتلاقينا فعلا بنشغلها وقت الحاجة وافصلها وقت عدم الحاجة. طب ليه يا عم هتعمل كده في سيارتك؟ انت عايز تهلكها، انت عايز تبوظ عربيتك يا عم ليه؟ ما انت لو شغلتها ال 24 ساعة قاعدة تحرق بنزين وفي نفس الوقت من عمر الماكينة. فاحنا عندنا نفس الفكرة، لو البكتيريا قاعدة تصنع الإنزيم ده طول الوقت يا شباب بتستهلك طاقة كبيرة، بتجهد نفسها. لكن عندنا بيتم تصنيع الإنزيمات بالطلب لتوفير الطاقة، بتوفر على نفسها فقد الطاقة، تمام كده؟ فالسؤال بتاعنا بتوفر على نفسها خسارة الطاقة اللي زي يتم تصنيعها وقت وجود السكر فقط، لما يكون السكر موجود نصنع الإنزيمات، ما فيش سكر ما فيش إنزيمات. يبقى ليه بيتم تصنيع الإنزيمات بالطلب؟ لتوفير الطاقة. واضح كده يا شباب العملية ديت؟ ها في مشكلة بالنسبة لأولية النواة؟ اللي عنده أي مشكلة وعايز نعيد جزئية أنا حاضر. يا شباب لا كله تمام 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 نيجي بعد كده يا شباب عندنا بالنسبة للجزئية اللي جاي، بيقول لي يوجد تشابه أساسي في نسخ الجين بين أوليات النواة وحقيقة النواة، يعني اللي بيحصل في أوليات النواة اللي إحنا شفناه من شوية في زيه عندنا برضه، تمام؟ طيب فيما يخص حقيقة النواة، ان انزيم بلمره الار ان اي يرتبط بالمحفز، يعني هناك عندهم انزيم بلمره واحنا كمان عندنا انزيم بلمره. طيب بس عمليه الضبط بتاعتنا بتكون تنظيم معقد ودقيق، هناك كانت بسيطه قوي يعني كادح بس اللي راح ارتبط. لكن لو انتوا فاكرين الصورتين اللي كنا حاططهم تحت، ده كان عندي بروتين تاتا، وعندي في حاجه اسمها عوامل قاعديه، وكان عندي كمان حاجه اسمها مساعدات منشطات، وحاجه اسمها منشطات، تمام؟ وفي حاجه اسمها معززات على الدي ان اي، وحاجه اسمها صامتات على الدي ان اي، وحاجه اسمها كابحات، 7 حاجات عندي بينظموا العمل، لكن هنا كان كابح بس. شيلناه بشويه سكر واشتغل الانزيم. خلص السكر رجع الكابح. فكانت العمليه بسيطه، لكن احنا عندنا في 7 حاجات هنعرفهم بعد شويه هم دول اللي بينظموا العمل عندنا، فلازم نقول ان التنظيم عندنا بيكون معقد ودقيق. طيب تعالوا نعمل مقارنه كده ما بين اوليات النواه وحقيقه النواه ونشوف الفرق ما بين. ها مين يقارن؟ قولي لي كده يا حتي ست بسملة. ها المحتوى الجيني، مين عنده محتوى جيني أعلى؟ من لديه محتوى جيني أعلى؟ حقيقيات النواة. تمام، يبقى نيجي لأوليات النواة وحقيقة النواة، نقول أوليات النواة عندي أقل لكن حقيقة النواة عندي أكبر. طيب آلية التعبير الجيني، ها مين بسيطة ومين معقدة حاج إسلام؟ أوليات النواة بسيطة وحقيقيات النواة معقدة. آه يبقى عندنا في آليات هنا بسيطة إنما هنا بتكون عندي معقدة. طيب عوامل ضبط التعبير الجيني اللي احنا شفناها في المقارنه اللي قلت لكم هتيجي مقارنه، تمام، وشفناها من شويه، مين فاكرها؟ قلت لكم اوليه النواه كان عندها عامل كذا بينما حقيقه النواه لديها كذا. ها حد فاكرها؟ هل هناك من يتذكرها؟ انا فاكرها، اقولها يا سيدي، تمام. عرفنا ان ضبط التعبير الجيني عند اوليه النواه كان عامل بيئي فقط، وشفنا المثال عليها سكر اللاكتوز، في حاله توفر السكر نشط الجين وتم تصنيع الايه، او تم تنشيط الجين وتم النسخ وتم الترجمه وتصنيع 3 انزيمات قديمه. لكن بالنسبه لحقيقه النواه عرفنا ان هي بيكون عندها عوامل معقده وعديده، وقلنا في الصفحه اللي بعد منها على اليمين هتلاحظ ان هو قام جاي لك قال لك زي نمو الكائن، مراحل النمو لما كبرنا لسن معين نشرت عندنا جينات خاصه، جينات تانيه زي هرمونات التكاثر بتاعتنا بدات تنشط مع سن المراهقه، يبقى ده نمو الكائن. عوامل بيئيه، اكلت وجبه هيتم تصنيع الانزيمات الهضميه، ما اكلتش وجبه لن يتم تصنيعها. هرمون الانسولين اللي بتصنع في دمنا امتى يتصنع؟ لما السكر في الدم يكون عالي شويه يقوم يتم تصنيع الهرمون. طب السكر لو قليل ما يتصنعش، تمام كده؟ ده برضو بنسميها عوامل بيئيه. ضبط التعبير الجيني دي الجزئيه بقى اللي قلت لكم عليها وخدوا بالكم منها، بالنسبه لاوليه النواه بيكون قبل النسخ وبعده، يعني كم مره؟ مرتين. في اوليات النواه عندها في عمليات تنظيميه بتنظم العمل، مره قبل النسخ ومره بعد النسخ، تمام كده؟ لكن لما نيجي للإنسان عرفنا إن العملية معقدة، فبتكون خلال مختلف المراحل. خلال مختلف المراحل، تمام؟ تعالوا كده نشوف مع بعض.
زي ما احنا شايفين في الصورة، نفس الصورة اللي بنجيبها كل مرة، بنقول عندنا إحدى الطرق ضد التعبير الجيني هذا يعني أن بعض الجينات فقط في الكروموسومات حقيقة النواة تعمل فعليا أي تنشط وتتناسخ. طب باقي الجينات اللي في الخلية بيكون عندي مثبطة لا يحدث لها عملية نسخ. طب ده بيعتمد على إيه؟ على الخلية موقعها فين ووظيفتها إيه؟ خلية عصبية في موقعها فين في الجهاز العصبي؟ في المخ هتصنع بروتينات خاصة، في الحبل الشوكي هتصنع بروتينات تانية، في عين هتصنع بروتينات مختلفة. يبقى أنا عندي كل موقع وكل كل خلية بيحكم عليها مجموعة معينة من البروتينات اللي بتحتاجها، فبالتالي بتنتقي من الجينات اللي موجودة عندها على 46 كروموسوم مين الجين اللي ينفع معايا، وبناء عليه يكون نشط عندها، لكن في باقي الجينات يتم تظبيطها. طيب جاي بيقول لي السؤال علي اللي انا قلت لكم بيجي في الاختبار، وده ياخدوا بالكم منه. علل، يتم ضبط التعبير الجيني في اوليه النواه قبل النسخ وبعده بس، لكن بالنسبه لحقيقه النواه ليه بيكون مراحل كتيره؟ وده السؤال اللي قلنا البسمله تاخدي بالك منه عشان بكره عندك اختبار. تمام، قلنا عندنا لان بالنسبه لاوليه النواه النسخ والترجمه في نفس المكان، لكن بالنسبه لحقيقه النواه النسخ في موقع والترجمه في موقع، واللي بيفصل ما بين الاثنين هو غشاء النواه. فبالتالي غشاء النواه فصل العمليه. شفنا معانا في الفيديوهات اللي فاتت وفي الحصه اللي فاتت عمليه النسخ، هنشوف بروتينات بعد شويه هتنظم للعمل. كل السبعه اللي احنا اتكلمنا عنهم دول هم المسؤولين عن ضبط اذا كان الجين اتنسخ او لا. وشفنا عمليه التشذيب، كان بروتينات بتيجي تقص وتشيل الجزء اللي احنا مش محتاجينه وتربط اللي احنا محتاجينه، عمليه ضبط. تمام، وبعد كده يطلع بره ونشوف مين كودون البدء ونبدا من عنده وننسخ بتاع نترجم الشفرات اللي موجوده ونصنع البروتين اللي ليه تنظيم فراغي معين عشان يقوم بالمهمه. فبالتالي عندنا بتكون عمليه صعبه، عمليه معقده. فبنيجي نقول في غلاف للنواه، او ممكن نقول غشاء للنواه عادي نفس المعنى، لدى حقيقيه نواه منع او حجب عمليه النسخ عن عمليه الترجمه، لكن في اوليه النواه هل الاثنين ممنوعين عن بعض او محجوبين عن بعض ام كليهما يحدث في نفس الوقت؟ رايك ايه يا بسمله؟ بسملة أستاذ معلش السؤال تاني. طيب بسملة ركزي معايا بسملة، لأن أنا حاسس إن أنت تايهة مني، حاسس إن أنت تايهة مني خالص. تمام، بنقول تاني إيه الفرق بين أوليات النواة وحقيقة النواة من حيث ضبط التعبير الجيني؟ قلنا عندنا ضبط التعبير الجيني في أوليات النواة مرتين بس، قبل النسخ وبعد، خلصت أوليات النواة. لكن في حقيقة النواة خلال مختلف المراحل، يعني كذا مرة، وقلت لكم أمثلة عليها ما هيش واضحة هنا بس موجودة من السياق اللي إحنا فهمناه قبل كده، ان كان عندنا عمليه النسخ. شفت صوره من شويه فيها منشطات ومساعدات منشطات وعوامل قاعديه وبروتين تاتا، وفي حاجه اسمها معززات، وفي حاجه اسمها صامتات، وفي كابح، كل دي عندي مجموعه موجوده عشان تنظم عمليه النسخ. طيب اللي احنا شفناه في الفيديو قبل كده كان انزيم بيخش بس يضيف نيوكليوتيدات جديده. تمام، كان بيضيف بس وبيمشي، لكن احنا في الواقع لا، في عمليات اعقد من دي اللي احنا قلنا عليها ووريتكم الصوره وهنضيفها بعد شويه. دي عوامل ضبط تعبير الجين. طيب شفنا عملية التشذيب اللي كان بيجي انزيمات تزيل الانترون وتربط الاكسون، ده برضه عمليات ضبط، دول تموا داخل النواة ويرجع عند الام ار ان يطلع بره في السيتوبلازم عشان يترجم، فيجي لي بروتينات تمسك من فوق ومن تحت وتي ار ان ايه، ويتم عملية ترجمة وتحويل الشفرات الى احماض امينية وربط الاحماض الامينية لتصنيع بروتين، برضه عمليات معقدة ماشي، عمليات بسيطة. بالنسبة لأوليات النواة الضبط كان مرتين بس، قبل وبعد، لكن في حقيقة النواة خلال مختلف المراحل، يعني اكثر من مره، مرات عديده بيتم الضبط. طيب في سؤال قلنا بيجي دايما في الاختبار ناخد بالنا منه، علل، يتم ضبط التعبير الجيني في حقيقه النواه عده مرات بينما في اوليه النواه قبل وبعد النسخ فقط. فقلنا السبب ايه؟ لوجود غلاف للنواه، غشاء للنواه يفصل النسخ عن الترجمه. لكن سؤالي كان لك يا بسمله، هل عند اوليه النواه في غشاء نواة يفصل النسخ عن الترجمة أم لا؟ لا لا. فلذا العمليتين يتموا مع بعض أو ورا بعض مباشرة أم هناك فاصل بينهما؟ لا، بيتم ورا بعض ورا مباشرة. بعض، نسخ شغال وورا منه ترجمة على طول أوتوماتيك في نفس اللحظة، هو يا دوبك عدى كده وعمل لي بس الشريط بس طرفه طلع على طول، يجي الوحدة الكبرى والصغرى وهو ماسكين ويبدأوا عملية الترجمة على طول، على ما التاني يخلص يكون ورا إيه؟ ورا منه. تمام كده؟ طيب ده بالنسبه عندنا للجزئيه دي. من ضمن طرق ضبط التعبير الجيني، تعالوا كده نشوف كل الطرق دي مع بعض. الشمال، تحديد الجين المطلوب نسخه، مين الجين اللي محتاجينه في الخليه دي؟
خليه في عيني، اه محتاجين الجين الفلاني والجين الفلاني والجين الفلاني، اه دي من طرق ضبط التعبير الجيني، ان هو بيختار الجين اللي محتاجه. ضبط كميه الام ار ان اي، يا ترى احنا ننسخ من اول فين؟ من اول التتابع ده ولا من اول التتابع ده؟ ده برضه عمليه تنظيميه جوه الخليه. الترجمه، هيترجم ويتعامل منه بروتين، يا ترى البروتين هيبقى عباره عن كام حمض اميني؟ ويا ترى ترتيباتهم مين اللي هيجي الاول ومين الثاني ومين الثالث ومين الرابع؟ يا ترى ليهم شكل فراغي بعد كده ولا لا؟ كل ده برضه عندنا تعديلات وتحولات هتتم عندي في البروتين. طيب امتى يرتبط المحفز عندنا به انزيم البلمره؟ يعني انزيم البلمره يقوم جاي ماسك بالمحفز زي ما احنا شفنا في اوليه النواه، كان بس الانزيم عشان يرتبط كان كده واقف لنا، برضه ده عمليه تنظيم. في بروتينات تنظيميه تظبط عمليه النسخ اللي احنا هنشوفها مع بعض في الصور اللي جايه. عرفنا كده الامثله اللي موجوده؟ كل دي من امثله طرق الضبط اللي بتتم من داخل الخليه. الجين مين اللي هينشر؟ يا ترى هيتنسخ من اول فين؟ الام ار ان اللي هيتم تكوينه في كام تتابع؟ في كام شفره؟ الاحماض الامينيه اللي هيتم ترجمتها هتبقى ايه؟ البروتين اللي هيتصنع هل يا ترى هيتغير في الشكل الفراغي؟ تمام؟ او يرتبط ببروتين اخر عشان يدينا بروتين اكبر يقوم بمهمه اخرى؟ هل في ضبط عمليه النسخ من امتى؟ المحفز يرتبط امتى؟ امتى يرتبط عشان يبدا عمليه النسخ؟ ما هو مش مزاجي ان هو شغال في اي وقت، لا، في اوقات معينه ينشط فيها وفي اوقات لا ينشط، زي ما احنا شفنا عوامل بيئيه هتحدد امتى يرتبط او ايه او لا يرتبط. في بروتينات بتنظم عمليه النسخ اللي هم السبعه اللي احنا اتكلمنا عنهم وهنشوفهم بعد شويه. تمام الامور لحد الان يا شباب ولا في اي مشكله؟ بسمله معايا؟ بسمله ولا فاصله؟ أيوة أستاذ، تمام. لا اكيد. تمام، اوعي اوعي أكيد. اما اشوف. طيب لا نيجي تمام، نشوف مع بعض، خليكم كده معايا. احنا دلوقتي خلصنا اوليه النواه اللي هي البكتيريا وعرفنا جايبين لنا مثال عليها اللي هم الثلاث انزيمات الهاضمه اللي بيتم تصنيعهم اثناء وجود سكر اللاكتوز. وجد سكر اللاكتوز غير الكابح، اصبح غير نشط، دخل انزيم البلمره، نسخ الثلاث جينات، صنع لي ثلاث انزيمات، هضم السكر، خلص السكر، رجع الكابح في مكانه. ده بالنسبه لاوليه النواه. لكن حقيقه النواه العمليه معقده. طب مين اللي معانا؟ قال اللي قدامك ده شريط دي ان ايه؟ حلو. وعليه موقع محفز. قال لا، المحفز ده بتاع ايه يا اسلام؟ اللي بيرتبط بيه انزيم بالمرة. برافو. طيب وصندوق تاتا ده ايه بسمله؟ أيوة أستاذ، صندوق تاتا ده اللي هو موقع ارتباط انزيم بالمرة حمض ار ان اي. لا مش ده المحفز اللي بيرتبط بالانزيم. لكن صندوق تاتا في بدايه الدرس بتاعنا قلنا صندوق تاتا له دور في اطلاق عمليه النسخ، لان ليه بروتين خاص بيه اسمه بروتين تاتا على اسمه. صندوق تاتا بيجي له بروتين اسمه بروتين تاتا، فين بروتين تاتا؟ هنشوف اهو. قال لي من طرق ضبط التعبير الجيني هنحدد الجين، ادى انزيم البلمره وده بروتين تاتا. هتعملوا يا جماعه؟ بروتين تاتا قال لي والله انا هروح اربط نفسي هنا، وبعد ما اربط نفسي في اخوات الصغيرين هيجوا كمان شويه عشان يرتبطوا معايا وناخد انزيم البلمره في حضننا ونقفل عليه. طيب فجيب لي اهو صندوق تاتا، تتابعات نيوكليوتيدات، ده التتابعات موجوده في منطقه المحفز لان من اول هنا لحد هنا ده المحفز وتاتا جزء منه. طيب قال لي ده احد عوامل النسخ، ليه؟ لان في بروتين اسمه بروتين تاتا اللي هو ده يساعد على ارتباط انزيم البلمره، يعني ده اللي هيقول البلمره تعالى اربط يلا نفسك، تعالى انزل هنا وانا امسكك، اه هو ده. وبالتالي بنبدا عمليه النسخ. طيب نشوف الكلام ده كده مع بعض يا شباب. ادي عندنا تحديد الجين المطلوب نسخه، ادي الجين المطلوب نسخه، ادي عندي انزيم بلمره وده بروتين تاتا. طيب عوامل النسخ فين؟ اهم كل المجموعه دي كلها بنسميها عوامل قاعديه. العوامل القاعدية دي يا شباب هتيجي معانا عشان نلقط انزيم البلمرة ونربطه. طب هنربطه ازاي؟ بصوا معايا، ادي عوامل النسخ دي تعريف ليها، تمام، مجموعة من البروتينات المنظمة، ادي البروتينات المنظمة وظيفتها تنشط عملية النسخ لحمض الدي ان ايه. طيب في عندي العوامل القاعدية اللي موجودة قدام مني بتعمل ايه؟ قال لي برضو بروتينات منظمة، مالها؟ هترتبط ببروتين تاتا على تتابعات صغيرة موجودة على المحفز اللي بنسميها صندوق تاتا. طيب دول لما يرتبطوا ببعض هياخدوا انزيم بالمرة في حضنهم ويربطوه بالمنظر ده. ففي الحالة دي يبقى اللي قدام مني يا شباب اسمه مركب عامل النسخ. هنا كده بنرجع الصورة اللي قبل منها. ماشي؟ نعيد كل الكلام ده من تاني. عرفنا ان احنا عندنا شريط دي ان ايه؟ ده الشريط. عليه جزء بنسميه محفز وعليه جزء بنسميه صندوق تاتا. صندوق تاتا ده بيجي له بروتين خاص بيه بيرتبط بيه اسمه بروتين ارتباط التاتا او بروتين تاتا. تمام؟ طيب بروتين تاتا ده في اول الدرس قال لي له دور في اطلاق عمليه النسخ. ولما جه هنا بقى قعد يتكلم قال لي ده هو ده اللي هيساعد ان احنا نطلق عمليه النسخ ازاي؟ ان هياخد انزيم البلمره
ويربطه في المحفز، فبيقول لي يساعد على ارتباط انزيم بالمرض حمض الار ان اي بالمحفز. فممكن الاقي سؤال مصطلح بروتين له دور في ربط انزيم بالمرض حمض الار ان اي بالمحفز، يبقى قصده على مين؟ ايه رايك يا اسلام؟ مين البروتين ده؟ بروتين داتا. بروتين تاتا. تمام، الله ينور عليك. فيبقى احنا عندنا بروتين تاتا. طيب نيجي هنا، ادي بروتين تاتا عرفنا ان ليه اخواته صغيرين، الاخوات الخمسه اللي موجودين معاه دول هيرتبطوا بيه، بنسميهم كلهم عوامل قاعديه. تمام، طب بتعملوا ايه؟ قالوا احنا كلنا مع بعض هنشترك عشان نربط انزيم البلمره بتاعنا بالمحفز. تمام، طيب في عندنا عوامل النسخ اللي هو البروتينات اللي احنا شفناها في الصوره كلها اللي هتجي لنا بعد شويه كلها، بنسميها بروتينات منظمه وظيفتها تنشيط عمليه النسخ، اللي احنا هنشوفها في الصوره اللي جايه بعد دي كده اهي، دي كلها بنسميها عوامل النسخ. كل دول عوامل النسخ. تمام، طيب دول ايه يا عمي؟ قال لي بروتينات منظمه هتنشط عمليه النسخ بتاع حمض الدي ان ايه. طيب امال مين العوامل القاعديه اللي موجوده؟ ما احنا قلنا دي بروتينات، مالها؟ قال لي بروتينات منظمه، هتلاقي كلهم بروتينات منظمه بروتينات منظمه. طب هتعمل ايه؟ قالت احنا هنرتبط ببروتين تاتا على صندوق، على جزء صغير اسمه صندوق تاتا. تمام، والهدف بتاعنا ان احنا نربط انزيم المحفز البلمره بالمحفز اللي موجود. طيب بعد ما بترتبطوا، شوفوا كده هنا اسمهم عوامل قاعديه، بعد ما بيرتبطوا مع انزيم البلمره على الشريط بقى ليهم اسم جديد اسمه مركب عامل النسخ. معايا؟ يبقى الاول وهم متفككين اسمهم عوامل قاعديه، بعد ارتباطهم بانزيم البلمره وبالموقع بتاع المحفز وبروتين تاتا تمام وصندوق تاتا، اصبح عندي اسم مركب عامل النسخ. في رايك كده يا بسمله، هل كده نبدا عمليه النسخ ولا لسه ناقصنا ناس؟ رايك ايه يا اسلام؟ المفروض السبعة يكملوا. المفروض السبعه يكملوا اللي موجودين معانا. تمام كده، بقيه العيله يتجمعوا، او على الاقل على حسب اذا كنت هنشط او اوقف. قال اللي قدامنا ده ما يقدرش يسرع ولا يوقف، هنفضل زي ما احنا. تمام، ليه؟ قال لان في مجموعتين لسه هيجوا لنا، حاجه اسمها مساعدات منشطات وحاجه اسمها منشطات. طيب قال لي اللي يتكون في النهايه من اللي فات كله، المجموعه دي كلها عند مركب عامل النسخ. طيب ايه مهمتك يا مركب عامل النسخ؟ قال والله انا التقط انزيم البلمره واربطه بشريط الدي ان ايه، يعني انا كده لقطت انزيم البلمره وربطته بشريط الدي ان ايه، لكن لحد الان زي ما احنا قلنا كلها ضروريه لكن غير كافيه لزياده سرعه عمليه النسخ. طب ايه اللي ناقص؟ قال لي في مجموعتين ناقصين، اللي هما مين؟ مساعدات المنشطات والمنشطات. مساعدات المنشطات والمنشطات، فين دول؟ ادا مساعدات المنشطات وادا المنشطات. طيب نعيد من تاني عشان عارف ان في ناس ما خدتش بالها او في جزئيه فيها صعبه، فنعيدها من تاني الجزئيه دي. بنقول تاني في حقيقة النواة العملية معقدة مش بسيطة، احنا شفنا في الفيديوهات اللي فاتت انزيم البلمرة يدخل ويضيف النوكليوتيدات ويتكل على الله عمل لشريط ام ار ان اي، لكن في الدرس ده احنا بنشوف اليات تنظيمية معقدة مش موجودة في الدرس الاولاني. طيب ايه الاليات التنظيمية؟ قال ده شريط الدي ان اي، ماله؟ قال عليه جزء اسمه المحفز بتاع ايه؟ قال انزيم البلمرة هيرتبط بيه. تمام كده، الجين اللي احنا ننسخه الجزء ده. طيب ادى انزيم البلمرة، يلا انزيم بالمره ارتبط بالمحفز زي ما انا عرفت في الدرس الاولاني. قالك لا مش هرتبط كده على طول، امال؟ قال لازم في ناس يجوا الاول يمهدوا لي المكان ويظبطوا القعده وانا نازل على المرتاح. فين الناس دي يا عمي؟ قال لي انا عندي واحد اسمه بروتين تاتا هيجي، ماله؟ قال لي في موقع ليه عندي على المحفز اسمه صندوق تاتا هيرتبط بيه الاول، ومعاه شويه عيال صغيرين كده بنسميهم عوامل النسخ اللي هم العوامل القاعديه. ادي العوامل القاعديه جت هترتبط ببروتين تاتا، اللي كل ما يرتبط عندي بصندوق تاتا، وفي الحاله دي اصبح عندي مركب بنسميه مركب عامل النسخ. مركب عامل النسخ هتعمل ايه مركب عامل النسخ؟ قال في الحاله دي انا التقط انزيم بالمره واربطه عندي بشريط الدي ان ايه. يعني الاول اللي احنا اخدناه انزيم بالمره يرتبط بشريط الدي ان ايه ويفك الشريطين ويضيف نوكليوتيدات، لا يا معلم هنا وستوب. هنا عندي في عندي مجموعه من البروتينات ذات اليات تنظيميه هي من تلتقط انزيم البلمره عشان تربطه بالشريط اللي موجود معاك. طيب فجاي بيقول لي مركب عامل النسخ مجموعه من البروتينات المنظمه وظيفتها تنشط عمليه النسخ الحمض الدي ان. طيب بالنسبه للعوامل القاعديه اللي موجوده معايا، قال لي مجموعه من البروتينات المنظمه مالها؟ هترتبط بتتابع عندي اللي هو بنسميه صندوق تاتا. تمام كده، موجود فين؟ موجود في المحفز. ولو لقينا هو جاي بيقول لي ايه فايدتهم كلهم؟ قال له بيساعدوا على ارتباط انزيم البلمره بتاعت الار ان اي المحفز، يعني مستحيل ده يرتبط والمجموعة دي مش موجودة.
عمر ما انزيم البلمره بتاعنا ينزل يرتبط الا اذا كان كل العوامل القاعديه مرتبطه عندي. طيب اهم كلهم ارتبطوا والتقطوا انزيم البلمره، ايوه بنسمي المجموعه دي كده مركب عامل النسخ. ايه فايدتك يا مركب عامل النسخ؟ التقاط انزيم البلمره وارتباطه بالمحفز. ده مركب عامل النسخ. وظيفتك ايه؟ القادر على التقاط انزيم البلمره وربطه بشريط الدي ان ايه. يعني ما كانش هيتربط الا من خلال مركب عامل النسخ. فلما اجي اسال بسمله اقول لها ما اهميه مركب عامل النسخ يا بسمله؟ هتقولي لي ايه؟ بيلتقط انزيم بالمرض دي ان اي، الايه؟ بيلتقط انزيم بمرض حمض الار ان اي ويربطه بمين؟ بشريط بالدي الدي ان ان ايه. اي. تمام، عايز اقول يربطه بالمحفز على شريط الدي ان ايه، ممتاز. ويربطه بشريط الدي ان ايه بتمشي، يربطه بالمحفز على شريط الدي ان ايه، ممتاز. تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده عرفنا ان العمليه ما تبداش. ليه؟ لسه في اتنين ناقصنا للتنشيط، في اتنين كمان محتاجينهم اسمهم ايه؟ قال لي والله في حاجه كده عاملها لي بلون بني اسمها مساعدات منشطات، وفي حاجه تانية اسمها منشطات. دول يجوا واحنا نبدا على طول. تعالى كده يا عم وري، ادي عندنا المساعد بتاع المنشطات وده المنشطات. طيب فده عندنا المنشطات، الاقيها ماسكه عندي جزء اسمه المعزز، والمنشطات هنا ماسكه جزء اسمه المعزز، والمنشطات هنا ماسكه جزء اسمه المعزز. طيب والمنشطات ماسكه من تحت المساعدات، والمساعدات مرتبطه بمركب عامل النسخ، ومركب عامل النسخ مرتبط بانزيم البلمره، وبقول لي كده نبدا عمليه النسخ. يعني لازم كل دول يكونوا متجمعين عشان نشتغل. اي معايا كده؟ يبقى كل المجموعات دي يا شباب لازم يكونوا موجودين في نفس الوقت عشان ابدا عمليه النسخ. وصلت الفكره؟ طيب وضح لنا شويه، تعالوا كده بالراحه. المعززات دي يا شباب دي حروف على شريط الدي ان ايه، تتابعات، نيوكليوتيدات، رموز، اي تي سي جي اللي هم احنا عرفناهم الاربعه دول. منهم الشريط بتاعنا هيفهم احنا هننسخ قد ايه، هننسخ من فين لفين، يعني مين الجين اللي احنا محتاجينه، هيتنسخ قد ايه. طيب تعالوا كده اسالكم سؤال، انا عندي كم منشط هنا يا اسلام؟ 3 منشطات. 3 منشطات. طب يا بسمله، في اعتقادك لو منشط واحد موجود هل ينشط ولا لا ينشط؟ ايه لو منشط واحد مش موجود؟ لا، انا عندي 3 موجودين حاليا، لو في واحد موجود هل ممكن نبدا ولا ايوه لا؟ ممكن نبدا. طب لو 2 يا اسلام، نبدا ولا ما نبداش؟ نبدأ برضه. طب لو 3 زي الصوره برضه نبدا. امال ايه الفرق؟ الفرق في التعليمات. طب تعالى نشبهها كده بحاجه بسيطه. تمام، اسلام قاعد في قلب البيت ماشي مع بابا ومامته واخواته، ورايح المطبخ. وهو رايح المطبخ، انت رايح فين يا اسلام؟ ده رايح المطبخ يا بابا. طب هات لي كوبايه ميه وانت جاي. ماما ما تعمل لنا دور شاي يا اسلام. اخوك الصغير، ما تجيب لي كوبايه عصير من جوه وانت جاي يا اسلام، انت كلكم هتتسلوا عليا. ده اللي حصل عندي. انت دلوقتي كنت رايح تعمل مهمه، بقى عندك 3 مهمات هتشتغلهم. نعيد الجزئيه الاخيره اللي فصل فينا الخط معانا. بنقول يا شباب دلوقتي اسلام لما راح المطبخ تمام بقى ليه 3 مهمات، ممكن كان محدش يطلب الا بابا بس كوبايه الميه اللي كان عايزها، فكان هيقوم بالمهمه يجيب كوبايه الميه ويجي. طيب لما ماما طلبت مثلا دور الشاي معاه، فممكن يعمل كوبايه الميه، إيه كوبايه الميه وكوبايه ايه، كوبايه الشاي. تمام، طب لما اخوه طلب العصير برضه هيعمل 3 مهمات. يبقى انا كده عندي كل مره في تعليمات مختلفه، وممكن نتيجه طلب الثلاثه مع بعض هيعمل 3 تعليمات مختلفه. تمام، وممكن الـ3 تعليمات دول يظبطهم مع بعض. ده اللي عندنا فيها دور المنشطات. المنشطات دي بتاخد تعليمات من المعزز ده، وبرضه بتاخد تعليمات من المعزز ده، وبتاخد تعليمات من المعزز ده، وتنقل التعليمات تقول له يا مساعد نعم احنا جالنا تعليمات من المعززات بتقول 1 2 3 خد دول وابعتهم لانزيم البلمره. طب انا ما اقدرش ابعتهم مباشره، امال ايه؟ قال والله في مجموعه واقفه في النص عندي كده بنسميها مركب عامل النسخ، ماشي ادي لهم وهم يوصلوا له. فبالتالي المنشطات تنقل الاشارات للمساعدات، والمساعدات تنقل الاشارات لمركب عامل النسخ، ومركب عامل النسخ ينقل التعليمات لانزيم البلمره، وانزيم البلمره يفهم ان احنا هنبدا من اول الحروف الفلانيه وافضل ماشي 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 لحد الحروف الفلانيه. فبالتالي لو انا كان عندي منشط واحد كان ممكن يقف عند حته تانيه، طب لو عندي 2 منشط كان يقف عند حته تالته. يعني في المواقع هتختلف على حسب الجين اللي هيتنسخ طوله قد ايه، الموقع من اول فين لحد فين،
تمام، ده اللي بيحدده عند المعززات. وصل كده الفكرة؟ أعيد كده الجزئية دي من تاني. أنا عندي حاليا 3 منشطات، لو منشط واحد هنبدأ، بس طبعا الحتة اللي هنسخها هنفترض إن هي حتة صغيرة، لكن لما جه المنشط التاني اختلفت التعليمات اللي جاية، بقى عندي تعليمات أولى وتعليمات تانية، الاتنين هدمجهم مع بعض، وبعد كل ده من خلال المنشطات للمساعدات والمساعدات لمركب عامل النسخ، ومركب عامل النسخ هبعتهم لإنزيم البلمرة، ومنها إنزيم البلمرة يقدر يفهم هنبدأ منين وننتهي فين. طب لو 3 منشطات نفس الفكرة، هنبدأ من الموقف الفلاني أو الموقع الفلاني لحد ما نوصل للموقع الفلاني، تمام كده؟ فبالتالي الإشارات دي كلها مين اللي بيحددها؟ المعززات اللي عندي، تمام؟ وتنقلها المنشطات للمساعدات لمركب عامل النسخ لإنزيم البلمرة الذي يبدأ عملية النسخ. في مشكلة كده في الكلام ده يا شباب؟ ها، أي صعوبة فيها؟ يا شباب لا تمام، تمام. حاج اسلام، اسلام اه ان بيشرب، شاء الله تمام شكله راح يعمل الشاي. ده راح تعمل الشاي اسلام ولا؟ طيب حبيبي. تعالوا كده معايا، نص مع بعض يا سيدي. ادي جاي عندنا بيقول لي المنشطات مالها يا عم؟ قال لي ترتبط هذه البروتينات بالجينات اللي في المعززات. ما هو الجين المعزز ده عباره عن تتابع على الدي ان اي، وانا عارف ان اي تتابع على الدي ان اي بنسميه جين. طيب، وتساعد في تحديد اي جينات ستنسخ وتظبط لي عمليه النسخ، يعني هي اللي بتضبط عمليه ايه؟ النسخ. طب والمساعدات؟ قال لي دي بتاخد الاشارات اللي جايه من المنشطات اللي هي اصلا جايباها من المعززات، وفي كابحات بس دي هنشوفها في الصوره اللي جايه، وهتبعت دي لمين؟ لعوامل النسخ اللي هي مركب عامل النسخ اللي موجود معانا، ومركب عامل النسخ هينقله لمين؟ دي انزيم البلمره اللي موجود. طب تعال نشوف، لا تبدا عمليه النسخ الا بمين؟ الا بالمجموعتين دول، لازم المنشطات ومساعدات المنشطات يرتبطوا بالمجموعه القديمه اللي شفناها مع بعض، مركب عامل النسخ وانزيم البلمره. طيب نيجي نشوف مع بعض هنا في الصوره دي يا شباب. قال لي عندنا في المصطلحات، ها مين يجاوب المصطلح ده؟ مين اول واحد يجاوب معانا؟ من مستعد؟ اللي قرأ وبيقدر يفهم السؤال مصطلح يجاوب على طول وانا معاه. بروتينات منظمه تعمل على ضبط عمليه النسخ، ترتبط بالمعززات ومساعدات المنشطات. مين اللي ماسكه الاثنين؟ مربوطه بالاثنين؟ ها، من يجاوب؟ اللي عايز يجاوب يفتح المايك ويخش على طول، يلا. منشطات. أيوة. ها، منشطات، تمام، برافو، يبقى فعلا المنشطات. طب نيجي اللي بعدها، ها، مين اللي يجاوب دي؟ برضه برنامج متنظم العمل، تمام، ها، بتاخد الاشارات او مساعد تاخد منشط. تمام، يبقى فعلا عندنا مساعدات المنشطات. طب نشوف اللي بعدها، قطع من دي ان اي فيها الاف من النيوكليوتات، يعني حروف كتيره في سلسله مشفره، هتحسن وتظبط عمليه النسخ، هتحسن وتظبط عمليه النسخ، تمام كده. لحد هنا كده التعريف بتاعنا يعني خلاص شبه مكتمل. مين التتابعات اللي على شريط الدي ان اي اللي هتظبط لي عمليه النسخ؟ تتابعات على شريط الدي ان اي هي اللي هتظبط عمليه النسخ، يا ترى مين يا شباب؟ المعززات. احسنت فعلا، برافو عليك. جاي هنا بيقول لي ولا يشترط وجودها بالقرب من المنطقه المراد نسخها، يعني ايه الحته دي؟ يعني انا عندي الحته دي اللي هتتنسخ، هل المعزز موجود عندي هنا لازق جنب بناء على طول؟ لا يا عم، الشرط ده ممكن يكون في حته هنا او هنا او هنا او هنا، تمام؟ يعني هو بيقول لي لا يشترط وجودها بالقرب، مش شرط ان هي تكون قريبه على طول، لا ممكن تكون بعيده عن الموقع بتاعها، فدي المعززه. طيب ناتج هذا التفاعل ان المجموعه دي كلها لما تكون موجوده عندي مع بعضها في نفس الوقت، مع البروتينات المنشطه تمام والمساعدات وعوامل النسخ المختلفه كلها، في الحاله دي نبدا العمليه بتاع النسخ ونسرعها. يبقى بيجي يقول لي سؤال، ما ناتج التفاعل بين البروتينات المنشطه وعوامل النسخ كلها؟ كلهم لما يتفاعلوا مع بعض، ها، كلهم لما يرتبطوا مع بعض ويكونوا كلهم موجودين معايا في نفس الوقت، ايه الناتج اللي هيطلع عندي؟ هرجع اقول له في الحاله دي ابدا عمليه النسخ واسرع النسخ، ابدا عمليه النسخ واسرع النسخ. ها، تمام لحد الان يا شباب؟ تمام يا بشر الربع. تمام نيجي بقى مع بعض هنا، شوفنا خلاص الحته دي. استنتج اثر وجود عده معززات منتشره على الكروموسوم، شفنا معزز واثنين وثلاثه. طب انا عندي اكتر من معزز، ايه الناتج؟ اكيد اختلاف التاثير، الاستجابات هتتغير. لو انا عندي منشط واحد هيكون في استجابه وهنسخ، بس هنسخ تتابع معين، وجود منشطين
يبقى التعليمات اتغيرت او الاشارات اتغيرت، فبالتالي هنسخ جين بس هيكون مختلف عن القديم، ممكن يكون مختلف عنه في الطول. تمام، الاكسونات والانترنت بتاعته ممكن تبقى مختلفه معايا لما اجي اعمل عمليه التشذيب، يتقص بطريقه مختلفه. طيب، ورد الفعل على الاشارات نفس الشيء هيكون عندي مختلف، يبقى يمكن الارتباط باكثر من منشط، ده منشط اثنين ثلاثه، فبالتالي عندي ثلاث معززات، اربع معززات، معززين، واحد. ففي الحاله دي هتتنوع الاستجابات وبالتالي تتنوع ردود الفعل الموجوده معايا. طيب تعالوا كده للصورتين دول وقارنوا لي بينهم يا شباب. حاج اسلام، تقدر تقارن لي كده بين الاثنين؟ او على إن شاء الشمال احنا الله. فهمناه، يلا خش اللي على اليمين. يلا، ايه اللي على اليمين؟ المنشطات اختفت، تمام، ما عادش فيها منشطات، حلو، وظهر عندنا الكبح. ممتاز. طيب رأيك حاجة بأسماء تضيفها معانا؟ أي إضافة عندك، حاجة ملاحظها وعايزة توضحها لنا؟ في أي واحدة في اليمين؟ اليمين، اه لا، هو الكابح اللي موجود والمنشطات مش موجودة. ممتاز، تمام كده. طيب خدوا بالكم، المنشط موجودة، المنشط موجود بس كان جاي يرتبط. ايه اللي حصل؟ شايفين المكان ده اللي هو كان يرتبط فيه، ده الموقع اللي كان بيرتبط فيه، اللي هو المنشط اللي قدام ده كان بيرتبط في الموقع ده، تمام. بس شايفين الحته هنا مستقيمه لكن الحته اللي هنا دي مقوسه. هلا ايه اللي حصل؟ اتغير شكلها. طب نتيجه التغير بتاع ده مين السبب فيه؟ الكابح. ان الكابح لما ارتبط عندي هنا خلى المعزز اتغير شكله، فبالتالي المنشط لما كان جاي يرتبط في المكان بتاعه، لا المكان ده مش بتاعي، فقام واخد بعضه فوق تحت، يعني هياخد بعضه ويمشي تاني. طيب تعالوا كده نعمل مقارنة بسيطة ما بين الكابح هنا وفي أوليات النواة. مين كده يفكرني الكابح في أوليات النواة كان بيعمل إيه؟ ما مهمة الكابح في أوليات النواة؟ مين فيكم اللي يدخل لي بقى يديهاني؟ يلا، ها، الكابح في أوليات النواة يمنع يمنع البلمرة، إنزيم بلمرة من ارتباط زي البلمرة بالمحفز. بالمعزز، لا، هناك مش محفز. أيوة، هناك ما فيش محفز. لا، في محفز ما فيش تمام، معزز، في محفز بس ما في فيش محفز معزز، بس مفيش معزز. تمام كده. اه، يبقى كان هناك الكابح مسك لي في الموقع بتاعه وكان جاي انزيم بالمره يرتبط، قال له والله ما انت جاي امشي، اما منع ارتباط انزيم بالمره من الارتباط بمين؟ بالمحفز. لكن هنا هل انزيم البلمره ممنوع؟ لا، موجود، ده كمان جايب حبايبه كمان وقاعدين معاه، بس كان ناقصنا اخر واحد اللي هو المنشط. فالكابح هنا منع المنشط من الارتباط بالمعزز ومساعدات المنشطات، وبالتالي وقفت عملية النسخ. يبقى خدوا بالكم في قلب الامتحان اوعوا تضيع ما بين الاثنين. تمام؟ وضح دور او ما اهمية او ما وظيفة الكابح في اوليات النواة وحقيقيات النواة، لازم تاخد بالك من الفرق ما بين الاثنين. في اوليات النواة منع انزيم البلمرة بنفسه ان هو اللي يرتبط بالمحفز، لكن في حقيقة النواة لا، ده انزيم البلمرة مرتبط من زمان وحبايبه كمان مركب عامل النسخ ومساعدات المنشط كلهم قاعدين، بس كانوا مستنيين اخر واحد يجي اللي هو المنشط، لكن حظه وحش. ليه؟ لان الكبح كان واقف لنا في موقع اسمه الصامت، ماسك الموقع ده وقام غير لي في شكل المعزز، فلما جه المنشط عشان يمسك في المعزز بتاعه لقى شكله متغير، قال طب والله ما انا جاي، وقام ياخد بعضه ويمشي، فبالتالي منع عمليه النسخ. وضح كده الجزئيه دي يا شباب؟ ها، اي صعوبه فيها؟ ها، فهمنا كده الفرق ما بين التنشيط والتظبيط. هنا عملية تنشيط معلش بس، على الاحتمال، هنا عملية تظبيط. طيب تركوا بس، بيعمل ايه تغذيات النواة؟ احنا تاني الحتة دي، في أوليات النواة كنا عارفين إن الكابح، تعالى نرجع لنا الصورة كده، هاي نعم، هنرجع كتير وهنركب توك توك وبتاع على ما نوصل. فتعالى، أه يا حاج كابح، أنت بتعمل إيه؟ قال والله أنا ابن الذين ده، هو عايز يجي يرتبط بالمحفز ونوقف له بالعصاية، لو فكر يجي هديله على دماغه. اه، يعني انت مهمتك تمنع انزيم البلمر من ان هو يرتبط بالمحفز. ايوه، فبالتالي بيمنع ان التلات جينات دول يتنسخوا او يحصل لهم عمليه ترجمه او يصنع من الانزيمات. فهنا منع مين؟ انزيم البلمر بنفسه. لكن لما نروح عند حقيقيات النواه اللي هي الجزئيه الاخيره اللي موجوده معانا، هنلاحظ عندنا هنا، يلا يلا يلا، ايوه هنا هنلاحظ عندنا ان الكابح هنا ملوش دور خالص مع انزيم البلمر، ما جاش جنب منه، ما منعوش هو. امال منع مين؟ منع المنشط ان هو يرتبط، وبالتالي التعليمات اللي كانت موجوده عند المعزز هنا ما قدرناش ننقلها لمين؟ للمساعدات، ولا مركب عامل الناس، ولا انزيم بالمره. فبالتالي انزيم بالمره هيفضل نايم مستني ان يجي له اشارات يلا ابدا. ما احنا عرفنا ان هي عمليه تنظيميه هتحدد امتى الجين ده نحتاجه،
تمام، مجرد ما يجي له الاشاره هينشط. يعني الكبح اللي موجود قدام مني ده يا شباب ممكن يكون كبح مؤقت، مستني عامل معين يجي يقول له يا كابح ها اركن كده شويه. ليه؟ اصل احنا محتاجين الجين ده يشتغل، فبالتالي يتم تظبيطه زي ما احنا شفنا كده في رجلين البط. فاكرين الجزئيه الاولانيه اللي بتاع رجلين البط ورجلين الدجاج؟ اهو ده اللي حصل. عند الدجاج كان عندها كابح مانع ان الجين ده يشتغل اللي بيصنع الاخشيه ما بين الاصابع اللي هو بروتينات تخليق العظام. طيب لما العلماء طفروه منعوا البروتين ده ان هو يتصنع، ففي الحاله دي اصبحت المنطقه دي نشطه، وقام جاي المنشط وملازق، وقام بدانا نسخنا الجين ونصنع صنعنا البروتين اللي ظهر الغشاء الجلدي ما بين الاصابع. واضح كده الفكره وربطنا المعلومات يا شباب؟ ها نعم تمام. ها حاجه بسمله، الامور تمام يا بسمله؟ يا حاجه يا حاجه أيوة يا أستاذ. تمام. أيوة. طيب قربنا نخلص، تمام. عندنا الحاجه بسيطه. ما النتائج المترتبة على ارتباط الكابح بالصامت؟ خلاص عرفنا، لما الكابح ارتبط بالصامت منع المنشط من الارتباط بالمعزز، وبالتالي وقف او ثبط عملية النسخ. تمام كده، مش منع انزيم بالمر من الارتباط. هناك كنا بنقول منع انزيم بالمر من الارتباط، لكن لا، هنا انزيم بالمر مرتبط وجاهز. تمام كده، كان مستني بس المنشط يجي يقول له يلا اشتغل، لكن المنشط ما عرفش يرتبط، فبالتالي توقفت هذه العملية. طيب جاب لي مثال عليها يا شباب، صورة كده في اخر الدرس بتاعنا، بس نيجي نشوف كده مراجعة سريعة اللي احنا قلناها. المحفز عرفنا ان هو موقع على الدي ان ايه، كان وظيفته بيرتبط بانزيم البالمر. طيب صندوق تاتا برضه كان موقع على شريط الدي ان ايه، وكان مهمته يرتبط ببروتين تاتا. بروتين تاتا كان ده عباره عن بروتين، طب كان بيعمل ايه؟ كان هو ده اللي بيرتبط بصندوق تاتا، وبيلتقط العوامل القاعديه ويربطهم بالمحفز. تمام. طيب نيجي بعد كده عندنا مركب عامل النسخ، كان برضه مجموعه بروتينات، بتعمل ايه؟ قالت احنا بنلتقط انزيم البالمره ونربطه بالمحفز. طيب مساعدات المنشطات، وعرفنا ان ديتي بتكون وسط ما بين المنشط وما بين مركب عامل النسخ، فبتاخد الاشارات من هنا وتنقلها هنا. فدي عباره عن بروتينات، بتعمل ايه؟ اللي بتربط ما بين المنشطات والكابحات. الجزئيه دي انا عديتها، تعالوا كده نجيبها في الصوره. بيقول ان مساعدات المنشطات دي يا شباب بتاخد برضه تعليمات من الكابحات، يعني مساعدات المنشطات عندي شغاله بدورين. مره تاخد من المنشط وتبعته لمركب عامل النسخ، ومره بتاخد بالكابح بطريقه معينه مش مذكوره عندنا في المنهج. تمام، بيجي لها تعليمات من الكابح، قول الانزيم اللي بالمره ما انتش شغال النهارده، انت مجبوح، انت ممنوع من العمل. يبقى عندنا الكابحات هنا يا شباب بتبعت اشارات للمساعدات، والمساعدات تقول الانزيم بالمره ما فيش شغل. لكن هنا المساعدات بيجي لها تعليمات من المنشطات عشان تخلي انزيم بالمره يشتغل. طيب وصلنا لفين؟ مساعدات المنشطات، فتربط بين المنشطات او الكابحات على حسب. في المنشطات يبقى كده هننشط، الكابحات يعني كده هنوقف، وتبعت الاشاره للمركب عامل النسخ عشان ينقل الاشاره. المنشطات برضه بروتينات، وعرفنا ان هي بتربط ما بين المعزز وما بين المساعدات، وبتضبط عمليه النسخ. المعززات عرفنا ان هي موقع على شريط الدي ان اي، ودي اللي كان بيرتبط بها المنشطات عشان تحسن وتضبط عمليه النسخ. تمام، من خلال الاشارات اللي موجوده عليه. الصامتات كان برضه موقع على شريط الدي ان اي، وكان مهمتها يرتبط بها الكابح لمنع التنشيط بتاع الانزيم. والكابح كان بروتين ومهمته يرتبط به الصامت لمنع ارتباط المنشط، وبالتالي وقف عمليه النسخ. في مشكله كده في المجموعه دي؟ انا عارف ان الجزء ده انا لميت لكم كل الوظائف اللي موجوده، بحيث ان انت تبقى ايه مرتب كل المعلومات اللي موجوده معاك. خدتها صوره ولا لسه؟ صورت الشاشه ولا لسه؟ اخدت تمام. حاجه بسمله اخدتها ولا مكسله؟ طيب نيجي مع بعض لاخر جزئيه يا شباب هنتكلم عنها، ده كمثال للي بيحصل، وده اخر حاجه هنقولها. بيقول لي مثلا عندنا في هرمون زي الاستروجين، الهرمون ده اللي احنا اخدناه في الترم الاولاني اللي هو بتاع الحريم ده اللي بيظهر خصائص الانثويه، هو ده. تمام، قال الهرمون ده بيفرز. احنا عرفنا ان الهرمون ده مثلا ممكن ياثر عندنا على الثدي عند الاناث، فبالتالي بيزيد في النمو بتاعه. تمام كده، بيظهر خصائص ايه الانثويه بتاعته. تعالى كده نشوف بيعمل ايه. قال الهرمون ده بيدخل الخليه. طيب هرمون استروجين دخل الخليه، الاقي في واحد واقف مستنيه على ايه؟ على باب النواه. يعني هو دخل لوحده من غشاء الخليه؟ ايوه. وكان عندي البروتين ده واقف مستنيه على بوابه النواه، مجرد ما دخل قام مرتبط بيه، اهلا وسهلا اتفضل اتفضل، وقام واخده في ايده وقام داخل جوه. طيب انت مين؟ قال انا بروتين. طب وانت مين؟ انا هرمون. طب لما نربطكم انتوا الاثنين مع بعض يبقى اسمكم ايه؟ قال يبقى احنا الاثنين مع بعض مركب. مركب ايه؟ مركب مستقبل هرمون. مستقبل مين؟ ما هو ده اسمه بروتين مستقبل، وده الهرمون، فيبقى مركب من المستقبل اللي هو البروتين ده مع الهرمون. طيب عايزين يروحهم يرتبطوا بالدي ان ايه، مش بسرعه كده، امال؟
في واسطه لازم تاخدكم توصلكم للدي ان ايه. ففي بروتين تاني اسمه بروتين قابل، بيكتب لي كده في الصيغه له شكل موائم يعني مشابه، يعني لو لاحظتوا كده هتلاقي في مطب هنا كده في الحته دي مشابه للمطب اللي موجود عندي هنا ده. اه فده يرتبط مع ده وياخدهم ويروح على الدي ان ايه، يرتبط بالمعزز. قال له ايه ده اللي معايا كده؟ بص كده معايا، انا عندي هرمون وعندي ده بروتين وده بروتين تاني، يعني كده اتنين بروتين ارتبطوا معايا راحوا للمعزز عشان اعمل عملية نسخ. اه ما هو ده اللي احنا بنقوله من شوية في قلب الرسمة مع بعض، ان انا عندي منشط ومساعد منشط ومركب عامل النسخ وانزيم بلمرة، كل دول كانوا موجودين. طب مين اللي خلى العملية تبدأ؟ المنشط ده جه ارتبط، لو ارتبط هنبدأ. فده نفس الفكرة اللي احنا بنقولها هنا، ان احنا عندنا ده كان موجود بداخل النواة ممنوع يرتبط لوحده، وده كان موجود في السيتوبلازم ممنوع ينشط لوحده. امال جالي ماده كيميائيه دخلت الخليه قالت لا يا خليه احنا محتاجين البروتين ده، طب بسرعه تعالى ندخل على النواه هناخد واحد حبيبنا معانا ونروح على موقع المعزز، ومجرد ما نرتبط بالمعزز هنخلينا ننسخ طبعا نسخ الام ار ان اي. وبعد ما تعرفنا عندنا النسخ الام ار ان اي بيتم داخل النواه هنطلع نترجمه بره في السيتوبلازم ونصنع منه بروتين اللي هيقوم بالمهمه. اتفهمت كده الرسمه دي يا شباب؟ نعيدها تاني؟ نعيدها كمان مره. بنقول يا شباب عندنا الصوره اللي موجوده معانا هنا بتاعت التنظيم اللي تمت او ضبط تعبير الجين اللي حصل معايا عشان نبدا عمليه النسخ، مش عمليه سهله، في مجموعات كبيره بتتجمع مع بعض. طبعا العمليه دي بتتم داخل النواه. طب ازاي؟ قال لي ممكن يكون عندي عامل محفز هو اللي يؤدي لتحفيز هذه العمليه. زي ايه؟ ادي هرمون عند الاناث اللي هو هرمون الاستروجين، ده هرمون دهني. طيب دخل الخليه قبله بروتين على النواه على الغشاء في قلب السيتوبلازم، خده بسرعه ودخل جوه النواه، مجرد ما جه ده احنا كده عايزين نقول الخليه صنع البروتين الفلاني، خليها وجبه غذائيه يا سيدي. مجرد ما انت اكلت الاكله بتاعتك في ماده كيميائيه في قلب الاكل، مباشره الامعاء استحست ان الماده دي موجوده قامت مصنعه الانزيمات وقامت طردها في قلب القناه الهضميه عشان تهضم الطعام. نفس الفكره، ادى الهرمون قبل بروتين خده، هل تقدر تروح ترتبط بالدي ان ايه؟ قال لك لا لازم اجيب واسطه معايا. طب مين الواسطه؟ بروتين قابل، خده وراح ارتبط بالمعزز. بالتالي كده طالما صار في عندي ارتباط ما بين بروتين ومعزز صار عندي عمليه تنشيط، يعني معناها الجين اللي موجود عندنا محتاجينه، فتم تنشيطه، تم نسخه، تم ترجمته، اتصنع بروتين ياثر عندي في الوظيفه. طيب هنا بقى ضاف لي حته صغيره كده في سطر صغير في الجزء ده. السطر بيقول ايه؟ بيقول لي ايه اللي يحصل لو حصل خلل؟ يعني تخيلوا معايا مثلا الناس اللي بتدخن بيشرب سجاير، طب الماده الكيميائيه اللي في قلب السجاير دي بتمشي في دم ولا لا يا شباب؟ رايكم ايه؟ هل الدخان ده بيمشي في قلب الدم ولا لا؟ بيمشي في الدم. طيب مش ممكن الماده اللي موجوده في السجاير دي تدخل داخل خليه وتاثر على الوظيفه بتاعتها وتخلي الخليه كان عندها جين متوقف عن اداء وظيفته، ممنوع ان هو يشتغل، ومجرد ما الماده دي دخلت قامت خلت الخليه بدات تشتغل عندي وتصنع لي بروتين اصلا مش محتاجه هنا، مش موقعه، مش دوره. وليكن مثلا كجين خاص بالانقسام، الخليه كانت ممنوع ان هي تنقسم، تمام؟ فجاه الماده الكيميائيه دي نشطت الخليه وبدات الخليه عندي تنقسم، ففي الحاله ديت هتبدا تدينا خلايا. طب الخلايا دي خلايا غير طبيعيه، خلايا اصلا بتنقسم وانا مش عايزها تنقسم. اه يبقى في الحاله دي ممكن يحصل ورم زي الاورام السرطانيه. طيب خليه كانت ممنوع ان الجين ده يتصنع او يشتغل، تشتغل صنع لي بروتين، هياثر في الشكل، هياثر في الوظيفه، هياثر في التركيب. زي ما احنا شفنا مثلا الواد اللي طالع له 6 اصابع في ايديه، خلل ايه السبب فيه؟ ممكن امه مدخنه، امه بتشرب خمره، امه تعرضت لاشعاع، فالاشعاع او الماده الكيميائيه او ايا كان وصل للدي ان ايه، خلى الجين اللي كان المفروض ما يشتغلش اشتغل، خلاه صنع له صابع جديد فبقى عنده صابع سادس. يبقى دي كلها عندنا يا شباب عباره عن اليات ضبط تعبير الجين، لو حصل فيها اختلالات تاثر عندي الوظائف. هرمون استرويدي زي الاستروجين عرفنا ان هو مسؤول عن الكنيسة خصائص الانسان بالاناث، ايه اللي حصل؟ تمام؟ اه حصل عندنا دخل ارتبط مركب مستقبل هرمون، جاله بروتين مقابله اسمه بروتين قابل، راح ارتبط بالمعزز، حصل نسخ، نسخنا طبعا الام ار ان اي، حصل له ترجمه، اتصنع بروتين. ففي سؤال بيقول لي ماذا يحدث عند فشل ضبط التعبير الجيني؟ وده سؤال بيجي في الاختبارات كتير. ففي الحاله دي البروتين هيطلع غلط، فبالتالي ياثر على نمو الخليه، الخليه ممكن تنقسم بشكل مستمر، ممكن تغير الشكل بتاعها، تغير الوظيفه، يغير التركيب، وممكن في النهاية تنتهي عندي بخلايا سرطانية. ها. أي مشاكل في درسنا النهاردة؟ درس دسم، درس غلس، نصيحتي ما تضيعش الوقت وتحاول تذاكر كل الكلام اللي احنا قلناه.
تمام. اللي عنده أي سؤال حيا.